السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الثالثة كلية تجارة جامعة القاهرة، أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من المراجعة النهائية في مادة المحاسبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كون معاكم إن شاء الله خالد عبد الرحمن زقزوق المعيد بقسم المحاسبة بالكلية. هنستكمل الجزء الأول من المراجعة بالجزء الثاني إن شاء الله النهاردة. تعالى كده نفتكر بس محتويات المنهج المقرر عليك في المادة. كان المادة مقسمة لقسمين، القسم الأول فيه مقدمة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، المحاسبة عن الأصول غير الملموسة، المحاسبة عن الاستثمارات، والمحاسبة عن المنح الحكومية. كان زميلي انتهى في الجزء الأول من الأربع موضوعات. آخر موضوع في القسم الأول واللي هنتناوله إن شاء الله النهاردة في الجزء الثاني هو المحاسبة عن المخصصات. أما القسم الثاني فبيتكون من موضوعين وبيتكلم فيه عن شركات التضامن اللي هي جزء من شركات الأشخاص أو نوع من شركات الأشخاص. فالموضوع الأول عندك في القسم الثاني هيكون المحاسبة عن الحقوق الجارية للشركاء، والموضوع الثاني المحاسبة عن إعادة تقدير عناصر المركز المالي في شركات الأشخاص. الفصل السابع اللي هو بيتكلم عن المحاسبة عن المخصصات. خلينا نبتدي الأول بمقدمة كده نعرف أنواع الالتزامات. هل المخصص يعتبر التزام؟ آه يعتبر التزام. طب عشان نعرف يعني إيه المخصص التزام، تعال نشوف أنواع الالتزامات بالنسبة لنا. أنواع الالتزامات بالنسبة لنا نوعين، في التزام ثابت وفي التزام محتمل. الالتزام الثابت لازم يتوفر فيه 3 صفات. الصفة الأولى إنه مؤكد الحدوث تماما. يعني إيه مؤكد الحدوث؟ 100% حضرتك هتسدد الالتزام اللي عليك. الصفة التانية انه محدد المقدار تماما. يعني ايه محدد المقدار؟ يعني قيمته معروفة وبشكل محدد. الصفة التالتة انه توقيته معلوم. يعني ايه توقيته معلوم؟ انت عارف انت هتدفع الالتزام ده بقيمة كذا وامتى. اشهر مثال على الالتزام الثابت حساب الدائنون. حضرتك رحت اشتريت بضاعة ما دفعتش فلوس، فبالتالي انت عليك فلوس، مؤكد ان انت هتدفع الفلوس دي، فمؤكد الحدوث. عارف مقدار الفلوس او محدد المقدار، يعني انت عارف انت اشتريت بكام وهتدفع كام او عليك فلوس كام. معلوم التوقيت، يعني انت عارف ومتفق مع الراجل هتدفع فلوس مع الدينون، هتدفع الفلوس امتى. ولذلك بنقول ان الالتزام الثابت لازم يتوفر فيه الـ3 صفات اللي هو صفة الحدوث والمقدار والتوقيت، وبيثبت انه حساب التزام وبيعترف به في قائمة المركز المالي. الالتزام المحتمل بيتقسم لـ3 أنواع. التلاتة بيفتقدوا لآخر صفتين اللي هو المقدار والتوقيت، يعني غير محددين المقدار وغير معلومين التوقيت، لأنه التزام محتمل فأنا مش عارف مقداره كام بشكل دقيق ولا عارف توقيته هيحصل إمتى. طيب اختلاف التلاتة عن بعض في إيه؟ في نسبة حدوث هذا الالتزام. يعني الالتزام المحتمل ممكن يكون أكبر من 50، ممكن يكون أقل من 50، ممكن يكون بسيط جدا وضعيف جدا 10% مثلا. فهو ده اللي مخلي الالتزام المحتمل 3 أنواع. اللي علينا الترم ده أو الموضوع بيتكلم في الفصل السابع عن النوع الأولاني من الالتزام المحتمل اللي هو المخصصات. فلما أجي أسأل حضرتك دلوقتي المخصص التزام فعلا هو التزام، ولكن لازم تكملها لي وتقول لي التزام محتمل غير محدد المقدار غير معلوم التوقيت. طيب اثباته عندي في قائمة في القوائم المالية بيتم اثباته ازاي؟ قال لك بيتم اثباته مرتين. مرة يثبت كمصروف في قائمة الدخل، ومرة أخرى بنفس القيمة يثبت كالتزام في قائمة المركز المالي. طيب تعال نشوف الجانب التطبيقي عندنا في الفصل السابع. عشان نغطي الجزء التطبيقي لازم نغطي نقطتين، ازاي تقدر عملية او تقدر قيمة المخصص، وازاي تعمل قيود اليومية وتشوف اثر ده على القوائم المالية. خلينا نبتدي في النقطة الاولى وهي عملية تقدير قيمة المخصص. قال لي تقدير قيمة المخصص، من شوية جيت قلت لي ان ده التزام محتمل مش عارف احدد مقداره، ولذلك بنحاول نوصل لقيمة متوقعة للخسائر اللي هتحصل لما الالتزام ده يقع. يعني ايه الجملة دي؟ يعني عشان نجيب قيمة المخصص
بنجيب إجمالي احتمالات الحدوث مضروبة في قيمة التسوية. يعني إيه كلمة قيمة التسوية؟ هو الالتزام لما يحصل هيبقى فيه تكاليف أنت مطالب إن أنت تدفعها لما يقع الخطر عليك، هي دي قيمة التسوية. احتمال حدوثها بنسبة قد إيه؟ بنضرب الاتنين في بعض وبنجمع إجمالي قيم الاحتمالات اللي طلعت. ناخد تمرين عشان نأكد على المعلومة أو نوضح المعلومة بشكل تطبيقي شوية. أشهر مثال على الالتزامات المحتملة اللي بيكون لها مخصصات هي فكرة الضمان. حضرتك دلوقتي بتروح تشتري أجهزة كهربائية بتلاقي دايما معاها ضمان، وليكن مثلا سنتين. طيب ضمان السنتين ده لو حصل عيوب معينة متفقين عليها في الضمان، إن هي داخل الضمان، الشركة بتتحمل جميع التكلفة، وبالتالي فهو التزام متوقع، التزام محتمل، خسارة محتملة على الشركة، فبالتالي لازم أعمل لها إيه بالظبط كده؟ أعمل لها مخصص. فنشوف التمرين بيقول إيه؟ بيقول تقوم منشأة ببيع منتجات بضمان لتغطية تكلفة الإصلاح لأي عيوب والتي تظهر في خلال الـ6 شهور الأولى من تاريخ الشراء. يعني حضرتك بنبيع منتجات، المنتجات دي بضمان بتغطي تكاليف الإصلاح في أول 6 شهور بس. جه بعد كده بيقول لي لو اكتشفنا عيوب صغيرة في المنتجات المباعة، ده هينتج عليه ان هيكلف الشركة تكاليف اصلاح 50,000 جنيه جوه الضمان، فبالتالي العميل مش هيدفع حاجة، انا اللي متكلفها، خسارة متوقعة. واذا تم اكتشاف عيوب كبيرة فان تكلفة الاصلاح ستكون 200,000. يعني طلعنا او الحاجات اللي اتباعت طلع فيها عيوب كبيرة، هنتكلف احنا كشركة 200,000، العميل برضو مش هيدفع حاجة لان هي جوه الضمان. طيب احتمالات حدوث الكلام ده هل تعتبر الخسارة المتوقعة هي الـ250 كاملين؟ لا طبعا، لأن في احتمالية حدوث العيوب دي. فجبنا خبير، والخبير ده بدأ يدرس خبرة المنشأة وعملياتها السابقة وتوقعات المستقبل والقطاع، وبدأ يديني احتمالات حدوث الكلام ده. قال لي والله إن احتمال بنسبة 70% من البضاعة اللي اتباعت لا يحدث لها عيوب، يعني ما فيهاش عيوب وبالتالي انت مش هتتكلف عليها حاجة. الاحتمال التاني قال لي 20% ان هي تكون عيوب صغيرة، والعيوب الصغيرة بتكلفني كام؟ 50,000، يبقى هضرب الاتنين في بعض. الاحتمال التالت والمتمم للـ100%، 10% سيكون عيوب كبيرة، 10% من العيوب الكبيرة اللي هي بتكلفني 200,000، هضرب الـ200,000 في العشر. يبقى السؤال، فإن قيمة مخصص الضمان الواجب تكوينه في الشركة. هاجي أقول له حضرتك دلوقتي عشان أحسب قيمة مخصص الضمان أنا عايز أجيب الاحتمالات المتاحة أو الموجودة، وعايز أجيب التكاليف أو قيمة التسوية اللي أنا محتمل أدفعها في كل احتمال. قال لي الاحتمال الأولاني إن الحاجات من البضاعة المباعة ما يبقاش فيها عيوب، يبقى الاحتمال الأول لا توجد عيوب. طب ده نسبته كام؟ 70% وفقا لما جاء بتقرير الخبير. لو ما حصلش عيوب حضرتك هتتكلف حاجة؟ لا، صفر. يبقى انا اقول له تكاليفي صفر في الاحتمال ده ونسبته 70%. الاحتمال التاني ان يكون عيوب صغيرة، وفي الحالة دي انا كشركة هتكلف 50,000 جنيه واحتمال حدوثه 20%. الاحتمال التالت وجود عيوب كبيرة، وده تكاليفه وفقا لبيانات التمرين 200,000 جنيه، واحتمال حدوثه وفقا لتقرير الخبير 10%. احسب المخصص ازاي؟ ان انا اضرب التكلفة في الاحتمال، فالاحتمال الاول هينتج لي بصفر، الاحتمال التاني هينتج لي 10,000 جنيه، الاحتمال التالت هينتج لي 20,000 جنيه. الارقام اللي بتطلع دي قيمة الخسارة المتوقعة. فلما اقول لك اعمل لي مخصص بالاحتمال عشان يبقى التزام محتمل عندك، يبقى قيمة مخصص الضمان تساوي إجمالي الـ3 قيم، 0 زائد 10,000 زائد 20,000، يبقى 30,000. يبقى الشركة مقرر عليها أو المفروض عليها أو الواجب عليها إن هي تعمل مخصص ضمان بـ30,000 جنيه. طب نسكت لحد النقطة دي؟ لأ طبعا، لازم تكمل. الـ30,000 بيتم إثباتها إزاي في القوائم المالية؟ تقول لي مرة مصروف في قائمة الدخل، ومرة التزام في قائمة الدخل، وفي الحالتين آسف التزام في قائمة المركز المالي، وفي الحالتين بقيمة 30,000 جنيه. طيب كده انتهينا من النقطة الأولانية، إزاي نحدد قيمة أو نحاول نوصل للقيمة المتوقعة للمخصص اللي احنا عايزين نثبته. الموضوع التاني أو الجزء التاني من الفصل
بيتكلم عن قيود اليومية المتعلقة بالمخصص. قبل ما نتكلم في القيود اليومية لازم نرجع كده نفتكر القواعد اللي احنا كنا بنعمل بيها قيد اليومية في سنة أولى. كنا عارفين إن القيد مكون من طرفين، الطرف المدين والطرف الدائن. الطرف المدين بيحدث أو يثبت فيه الأصول في حالة الزيادة، والالتزامات في حالة النقص، المصروفات والخسائر. الطرف الدائن بنثبت فيه الأصول في حالة النقص، الالتزامات في حالة الزيادة، الإيرادات والأرباح. طيب احنا موضوعنا بيتكلم عن المخصص، والمخصص التزام، فالالتزام لما نيجي نفتحه لسه بيكون، يعني جديد، يعني زاد، فيثبت طرف بالظبط كده دائن لأنه التزامه زاد. طيب في حالة إن أنا بخفض مخصص، يبقى في الحالة دي بالظبط زي ما أنت قلت، يبقى الالتزام قل، يبقى طرف مدين. طيب تعال نشوف القيد الأولاني كده، قيد إثبات تكوين المخصص. أنت بتكون مخصص بالظبط، يبقى إلى حساب مخصص، وليكن مخصص الضمان، استقطع من قائمة الدخل يبقى من حساب، أو بيرحل إلى قائمة الدخل يبقى من حساب قائمة الدخل. القيد التاني اللي بتثبته لما بتحصل التكلفة اللي أنت كنت قايل عليها فعلا، قيد تخفيض المخصص بالتكلفة الفعلية اللي حدثت. طيب لما هاجي أثبت التخفيض، أنت بتخفض مخصص يبقى من حساب تكاليف، أو من حساب مخصص وليكن الضمان، إلى حساب تكاليف الإصلاح أو أي مكان تكاليف الضمان. طب تعالى ناخد تمرين شامل يغطي النقطتين مع بعض، يغطي نقطة تقدير المخصص ونقطة إعداد القوائم المالية. التمرين بينص: تقوم إحدى المنشآت بإنتاج أحد أنواع قطع الغيار، وخلال عام 2008 بلغت مبيعاتها النقدية من قطع الغيار 400,000 جنيه، مع العلم بأن المنشأة تمنح ضمان لمدة عامين لكل قطعة غيار تم بيعها. في 2008 شركة بتتاجر في قطع الغيار باعت ب400,000 جنيه مبيعات نقدية، وكل حاجة بتبيعها عليها ضمان سنتين من تاريخ الشراء. طيب حضرتك لحد هنا أنا مش شايف أي حاجة متعلقة بالمخصص، صح؟ بس طالما في ضمان يبقى في احتمالية حدوث خطر. طب تعال نشوف، قال لك قدرت المنشأة تكاليف الضمان سوف تكون في المتوسط 10%. بدل ما دخلك في متاهة الاحتمالات، واحتمال يحدث عيوب صغيرة، احتمال يحدث عيوب كبيرة، احتمال ما يحصلش عيوب، قال لي أنا هاخد أو هقدر المخصص بنسبة متوسط، أو باحتمال متوسط، أو بقيمة متوسطها نسبتها 10% من قيمة اللي أنا بعته. يبقى لما هاجي أقول لحضرتك هنا برضو بنضرب القيمة فين بالظبط كده، قيمة في النسبة، يبقى هقول له 400,000 في 10% دي قيمة المخصص. وراح بعد كده قال لي إن بعد ما خلصت 2018 لقينا إن في عام 2019 حصل فعلا تكاليف تابعة للضمان بقيمة 21,000، وفي عام 2020 بمبلغ 19,000. طيب الأسئلة البابل شيت إيه هي؟ تعالى الأول نحل النقطتين وبعد كده نشوف أسئلة البابل شيت. في عام 2018 الشركة هتعمل حاجتين، تعمل إيه؟ هتقدر قيمة المخصص وتعمل القيد اللي يثبت تكوين المخصص. طب خلينا نقدر الأول قيمة المخصص. قيمة المخصص إن الراجل قال لك أنا هحسب مخصص بنسبة 10% من المبيعات، مش من التكلفة، من المبيعات، يبقى 400,000 جنيه مبيعات نص عليها في التمرين، في 10% النسبة اللي قال عليها في التمرين، يبقى قيمة المخصص 40,000 جنيه. سؤال: الكلام ده لما هيروح القوائم هيروح فين بالظبط؟ مرة مصروف قائمة دخل، مرة التزام قائمة مركز مالي. طيب تعالى نعمل القيد اليومي. القيد اليومي انت بتثبت تكوين مخصص، بتفتح مخصص. اول حاجة لما تيجي في دماغك لما تعمل مخصص، المخصص التزام بيزيد، يبقى الى حساب مخصص الضمان. طب من حساب ايه؟ قائمة الدخل، لانه بيرحل الى قائمة الدخل. بقيمة كام؟ حضرتك لسه حاسب لي في الخطوة الاولى قيمة المخصص ب40,000، يبقى قيد اليومية اللي انا مطالب اعمله 40,000 من حساب قائمة الدخل او ارباح وخسائر، و40,000 الى حساب مخصص الضمان. هل انتهينا على كده في عام 2018؟ لا، لازم تكمل تقول لي الكلام ده بيأثر ازاي في القائمة بتاعتك، في القوائم المالية في 2018. هتقول لي والله بيأثر في قائمة الدخل ان بيروح مصروف اسمه مخصص الضمان ب40,000، وبتروح قائمة المركز المالي مخصص ضمان كالتزام في جانب الالتزامات ب40,000.
بنفس القيمة، مرة مصروف في قائمة الدخل ومرة التزام في قائمة المركز المالي. في عام 2019 الراجل جه قال لك حصل فعلا عملية استبدال لقطع غيار كلفت الشركة 21,000 جنيه. هو ده الخطر اللي حضرتك كنت عامل حسابه، عشان كده عملت المخصص او كونت المخصص. حصل فعليا 21,000 جنيه تكاليف تابعة للضمان، تكاليف استبدال او تكاليف اصلاح ايا ما يكون. طيب القيمة دي تعمل ايه؟ تخفض لك المخصص اللي انت عامله. حصلت فتخفض. طيب يبقى انا مطالب دلوقتي اعمل قيد اسمه قيد اثبات تخفيض المخصص بالتكلفة او بتكلفة الاستبدال. حضرتك بتخفض التزام، يعني التزام بيقل. التزام لما يقل يبقى طرف ايه بالظبط كده؟ القاعدة اللي قلنا عليها في بداية الشرح، يبقى من حساب مخصص الضمان لانه بيقل، بيتم تخفيضه بكام؟ انت بتخفضه بكام؟ بالتكاليف اللي حصلت، 21,000 جنيه بنص التمليك. طيب مين اللي خفض التكاليف؟ تكاليف الضمان او تكاليف الاستبدال، يبقى الى حساب تكاليف الضمان. يبقى القيد بتاعنا في عام 2019 هيبقى 21,000 من حساب مخصص الضمان، 21,000 الى حساب تكاليف الضمان. نكمل ونبدأ نشوف السؤال. في عام 2019 هل رصيد المخصص لسه زي ما هو 40,000 زي ما كونته؟ تقول لي لا، ما انت لسه مخفضه اهو في القيد ب 21,000. يبقى السؤال لما بيجي هنا، رصيد مخصص الضمان الذي يظهر في قائمة المركز المالي في عام 2019 في جانب الالتزامات هيظهر ب 40,000؟ اقول له غلط. طب هيظهر ب 21,000؟ برضه غلط. هو هيظهر بالباقي بعد التخفيض اللي هو قيمته 19,000. طب ال 19 دي جت منين؟ ركز في الملحوظة اللي تحت اهو. رصيد المخصص في نهاية العام اللي هترحل لقائمة المركز المالي هي عبارة عن رصيد المخصص أول السنة، ال 40,000 اللي أنا كونته، ناقص قيمة التخفيض اللي حصلت نتيجة تكاليف الضمان أو تكاليف الاستبدال اللي هي 21,000 اللي في القيد، يبقى اللي باقي في الرصيد أو اللي باقي في المخصص اللي هو بنسميه رصيد المخصص في نهاية العام 19,000 جنيه، دي تروح التزام في قائمة المركز المالي. يبقى احنا كده أثبتنا حاجتين. ايه هي الحاجتين؟ أثبتنا الحاجة الأولى عملية تكوين المخصص نفسه وتحديد قيمته. يبقى النقطة الأولى إن أنت بتحدد لي قيمة المخصص بالقيمة المتوقعة للخسائر. النقطة التانية إن أنت بتثبت لي قيودي اليومية الخاصة بالمخصص، وده قيدين. القيد الأولاني قيد إثبات تكوين المخصص، القيد التاني قيد إثبات تخفيض المخصص بتكاليف الضمان أو تكاليف الاستبدال. بكده يبقى احنا انتهينا من الفصل ده. ولكن قبل ما ننتهي من الفصل، تعال نشوف كده شكل الأسئلة البابل شيت اللي ممكن تيجي على الفصل ده ازاي. بناء على التمرين السابق، تعال نشوف كده الأسئلة ممكن تيجي بأنه صيغة. السؤال الأولين قدام حضرتك بيقول لي يثبت مخصص الضمان عند تكوينه في قيد اليومية، وانت بتكونه بناء على بيانات التمرين في عام 2018. انت عملت او كونت مخصص وعملت قيد، افتكر كده القيد معايا. تعال هون افتكر القيد. لو افتكرنا القيد هتلاقي ان القيد بيقول في عام 2018 من حساب قائمة الدخل الى حساب مخصص الضمان بقيمة المتوقعة اللي احنا حسبناها ب 40,000. هو عايز منك ده، عايزك تقول له ان يثبت مخصص الضمان في الطرف الدائم عشان التزام زاد وقيمته انا قدرتها، انا حسبتها ب 40,000 جنيه. السؤال الثاني يثبت مخصص الضمان عند تخفيضه بقى في 2019، انت قلتها تخفضه. طب وانت بتخفضه خفضته بكام؟ ب 21,000، مظبوط اللي هو نص عليها في التمرين تكاليف استبدال. طب في حالة تخفيض الالتزام يثبت طرف مدين ولا داين؟ مظبوط زي ما انت قلت كده، يثبت طرف مدين لان انت التزامه بيقل. السؤال الثالث بيسألني على الأرصدة اللي هتظهر في قائمة المركز المالي في عام 2019 وعام 2020. في عام 2019 حضرتك رصيد المخصص هيقل، لازم المخصص هيقل. هو كان 40,000، هنطرح منه قيمة تخفيض التكاليف اللي حصلت فعلا 21,000، فهيظهر قدامك ب 19,000 جنيه والمخصص التزام رصيده ده. طيب السؤال اللي بعده، المخصص في 2020
احنا كده واصلين ان الرصيد المتبقي في المخصص 19 في التمرين قال ان في سنة 2020 هيحصل تكاليف استبدال تاني وقيمتها 19 ألف، يبقى المخصص جواه 19 ألف وهخفضه ب 19 ألف تكاليف في 20، يبقى بالتالي قيمة المخصص في نهاية 2020 هتبقى 0 جنيه. يبقى دي أشكال أسئلة البابل شيت المتعلقة بالموضوع. هو الفصل التاسع عندك في الكتاب المتعلق بالمحاسبة عن الحقوق الجارية للشركاء في شركة شركات الأشخاص. طب خليني أفكرك كده، يعني إيه شركات أشخاص؟ شركات أشخاص يعني شركة فيها أكتر من شريك أفراد. في 3 أنواع من الشركات: في منشأة فردية، في شركات أشخاص، شركات أموال. منشأة فردية يعني بني آدم فرد فتح مشروع، فدي بتبقى منشأة فردية وبتثبت على اسمه. طيب حضرتك عايز يبقى معاك شريك، لازم تخش على النوع التاني، شركات الأشخاص اللي هي بيبقى فيها فردين فيما أعلى، يعني فردين فيما أعلى، دي اسمها شركات أشخاص. أشهر نوعين فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. ده جزء القسم الثاني المتعلق بينا في منهج المحاسبة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ازاي حضرتك تعمل بعض العمليات، يعني في حاجات غير مقررة، وبعد اذن حضرتك المقرر عليك هو اللي تم تناوله في المحاضرات ونزل لحضرتك ورقة رسمي من منسق المادة بالمطلوب منك، واحنا في المراجعة غطينا كل النقاط المقررة عليك، وبالتالي اي نقطة تانية حضرتك مش مطالب بيها. طيب تعالى نخش في أول نقطة في القسم الثاني، المحاسبة عن حقوق الجارية للشركاء. المحاسبة عن الحقوق الجارية للشركاء حضرتك الجانب التطبيقي الجزء الأول منها، إزاي حضرتك تعمل حساب توزيعات الأرباح وإزاي تعمل حساب جاري الشركاء. خلينا بس نبقى عندنا ملحوظة مهمة جدا، إن حساب توزيع الأرباح ده حساب بيبقى فيه جنبين، جنب يمين مدين او منه، وجنب داين او له في الشمال. الجنب الداين بيبقى عبارة عن توزيعات الارباح، وزعت ارباحك ازاي على الشركاء بتوعك، والجزء المدين بيبقى عبارة عن اضافة الربح، ايه الارباح جاية منين، فلوسك اللي انت وزعتها دي جاية منين. طيب تعالى نخش ونشوف الكلام ده كده قدام عينينا. ادي حساب توزيعات الارباح، بيبقى واخد زي ما قلت لحضرتك جنبين، الجنب الاول هو الجنب المدين وده بيبقى فيه كل العمليات اللي تمت كتوزيع ارباح. الجانب التاني بيبقى الجانب الداين وعلى الشمال، وده بيبقى فيه اضافة الارباح او الارباح جاية منين. شيء اساسي ومنطقي جدا ان اول حاجة بتجيب ارباح هو قائمة الدخل اللي هي جابت لك صافي ربح. يبقى انا كشركة بعد ما خلصنا شغل السنة عملنا قائمة دخل، حطينا ايرادات، حطينا مصروفات، وصلنا لصافي الربح. صافي الربح يعتبر إضافة للأرباح، يعتبر مصدر للأرباح، حط قيمته، وده بيبقى معطى جاهز عند حضرتك. طيب قدام صافي الربح قد ينص العقد عن احتجاز احتياطي عام بنسبة معينة هيقول عليها في التمرين. لما أجي أسأل حضرتك الاحتياطي العام هو إضافة للربح ولا بيستقطع من الربح؟ لا بيستقطع، يبقى بوزع ربح، يبقى صافي الربح قدامه احتياطي عام. ايه تاني يعتبر اضافة؟ حضرتك لو خدت مسحوبات، يعني سحبت فلوس او بضاعة من الشركة، احنا ممكن نكون نصينا في العقد ان اللي يسحب حاجة هيتحسب عليه فايدة، يبقى انا باخد من الشريك فلوس وبضيفها على الربح، فبالتالي تعتبر عنصر من عناصر اضافة الارباح، ودي بتيجي نسبة تتضرب في قيمة المسحوبات اللي بتبقى معطى. طيب قدامها زي ما انت خدت مني فايدة لما سحبت منك فلوس في الشركة او سحبت منك كشركة فلوس، اديني فايدة على رأس المال اللي انا سبته لك في الشركة. فالناحية التانية جزء من عملية توزيعات الارباح هي فائدة رأس المال اللي حطه الشريك. اخر نوع كاضافة للارباح هي فكرة فائدة او بند فائدة ارصدة مدينة، بيتفتح حساب، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا، اسمه جاري الشركاء. حساب جاري الشركاء ده ممكن يبقى انت كشريك ليك فلوس، ممكن يبقى عليك فلوس. الرصيد المدين معناه الشركة ليها فلوس عند الشريك. ركز في الكلام ده كويس جدا، لان النقطة دي من سنة اولى. الشركة شخص مستقل وملاك الشركة او الشركاء اشخاص مستقلين، ما تعتبرش الاتنين واحد،
لا ده شخص مستقل وده شخص مستقل. فلما حضرتك دلوقتي يبقى عليك فلوس، كلمة رصيد مدين معناها من وجهة نظر انا كشركة، انا ماسك دفتر الشركة ببص بعين الشركة. كلمة أرصدة مدينة أو حسابات مدينة معناها الشركة اللي ليها عند الشركاء. فلما يكون ليا عندك فلوس، هي كلمة كأنك سحبت مني فلوس، فبرضو أحسب عليها فايدة، فتعتبر الأرصدة المدينة الفايدة عليها إضافة للأرباح. فلاقي حد اتلخبط، انت ازاي في الجنب الداين كاتب لي فائدة أرصدة مدينة؟ عشان كده بقول لك الجنب الداين هو يعتبر إضافة للأرباح. لو بصيت كده بالترتيب، صافي الربح بيزود الربح، يعتبر إضافة. فائدة على المسحوبات تاخدها أنا كشركة من الشريك، فتعتبر إضافة. فائدة على رصيده المدين، الفلوس اللي أنا ليا عنده، فباخدها برضو كإضافة. قدام أرصدة مدينة في الناحية التانية فائدة على الأرصدة الدائنة، ممكن الشريك بقى أنا اللي عليه فلوس للشريك، حسابه الجاري مطلع رصيد داين، يعني أنا كشركة اللي ملتزم قدامه. فزي ما أنت خصمت مني فايدة لما كنت مدين، اخصم برضو او اديني فايدة لما اكون داين، وده يبقى توزيعات ارباح. البند الاخير اللي يعتبر توزيعات ارباح، لو الشريك ده بيعمل عمل اداري في الشركة بجانب انه شريك، فبياخد مرتب او مكافأة قيمة المرتب كاملة. وركز في النقطة دي، قيمة المرتب او المكافأة كاملة بتتحط في الجانب اليمين من حساب توزيعات الارباح. يعني ايه كاملة؟ يعني 12 شهر بياخد مرتب 1000 جنيه في 12 شهر، يبقى انا هحط هنا 12000. طب الراجل قبضهم 10 بس، لسه فاضل له شهرين، برضه انا هحط هنا ال 12000. جزء ال 2000 دول هنشوفهم في الحساب التاني. طيب بعد ما بعمل عملية توزيع الارباح، انا بقي عندي ارباح، جمعت الجانب الشمال ده كل الارباح اللي عندي، وزعت اللي وزعته، بيتبقى ربح لسه ما توزعش، خلاص خلصت كل التوزيعات وتبقى ربح. الربح ده بيروح يزود جاري الشريك بتاع كل شريك. بنوزعه الأول على عدد الشركاء حسب النسبة اللي متفقين عليها، وبعد كده بيزود الحساب الجاري بتاعه اللي جوه الشركة. يبقى في شركات التضامن لازم تبقى عارف إن كل شريك بيتفتح له حساب جاري جوه الشركة، ده اللي بيحصل عليه العمليات بشكل مستمر. حساب رأس المال بيبقى منفصل لوحده تماما، يقول لك سيب رأس المال لوحده، كل شريك ليه حساب رأس مال، لا يحدث عليه تغير، لا بنزود ولا بنقلل الا لما ناخد خطوه زي دي ونقول احنا هنزود او نقلل. طب العمليات اللي حضرتك بتعملها كتير زي المسحوبات وفايدتها، زي ان عندك رصيد مدينه هتتحسب عليك فايده، ليك رصيد داين هيتحسب لك فايده، فايده راس المال، المرتبات، القصص دي كلها بتحصل فين؟ في الحساب الجاري مش حساب راس المال. طب تعال نشوف تمرين الاول على حساب توزيعات الارباح، وبعد كده نخش على جاري الشركاء. بيقول لي اهو في التمرين، اذا علمت ان رجب ومتولي شركاء في شركة تضامن. شركة تضامن هي نوع من انواع شركات الاشخاص. معناها ايه؟ معناها فيها فردين او اكتر. فهنا اهو فردين فتحوا شركة. بيانات الشركاء دي كالاتي: ان راس مال الشركة في بداية العام كان 100000 جنيه و50000 جنيه على التوالي. يعني رجب راس ماله في الشركة 100000، متولي راس ماله 50000 في الشركة. قال لي الحسابات الجارية بتاعتهم كان بتاعت رجب 3000 ورصيد داين، وبالتالي هيتحسب له فايدة وتعتبر توزيعات أرباح، و4000 مدين بالنسبة للمتولي عليه فلوس، وبالتالي هحسب عليه فايدة وتعتبر بالنسبة لنا كشركة مصدر للربح. بعد كده بيقول لي إن كل واحد منهم عمل مسحوبات خلال العام ده. رجب عمل مسحوبات ب 2000 جنيه، ومتولي عمل مسحوبات ب 8000 جنيه. صافي الربح اللي عملته الشركة خلال نفس العام اللي احنا بنتكلم عليه كان 35000. الشريك رجب هو اللي بيعمل عمل إداري بيستحق عليه مرتب سنوي 6000 جنيه، وانا عايز القيمة تكون سنوية زي ما اتفقت لحضرتك. يقول لي مستحق منها 500 جنيه، وده اللي انا اتفقت ان انا عايز المرتب كامل في حساب توزيعات الأرباح. بيقول لي فايدة قرض الشريك متولي المستحق 1000، ودي نقطة هنشرحها ولكن ليس لها علاقة بنا تماما في حساب توزيعات الأرباح. قبل ما أخش بس على النقطة دي، افتكر المنظر ده كويس جدا، إن حساب توزيعات الأرباح جانب شمال وجانب يمين، جانب مدين وجانب داين. جانب المدين بيبقى فيه كل عمليات توزيعات الأرباح اللي هي عبارة عن أربعة: احتياطي عام، فايدة على رأس المال، فايدة على الأرصدة الدائنة، مرتب الشريك كامل 12 شهر.
الجانب الداين بيكون في مصدر الأرباح، بيكون عبارة عن صافي الربح، فائدة على المسحوبات، فائدة على الأرصدة المدينة. طيب تعالى نخش كده ونبدأ نحل التمرين. أول حاجة هبدأ أعملها إن أنا هبدأ أبص على صافي الربح. الراجل بيقول لي هنا صافي الربح كام؟ 35,000 جنيه. فهبدأ أقول له والله حساب توزيعات الأرباح، عندي طرف مدين هيبقى فيه توزيعات الأرباح، طرف داين في إضافة الأرباح أو مصدر الأرباح. أول حاجة صافي الربح يعتبر مصدر من مصادر الأرباح، وقيمته جاهزة عندك في التمرين ب 35,000. قدامها الراجل قال لك في التمرين أهو قدامي إن إحنا هيحتجز من الأرباح 10%. يبقى أول حاجة هعملها أحط صافي الربح في الطرف الداين، وأحط قدامها الناحية التانية الاحتياط العام ب 10% من 35,000. يبقى هكتب على الآلة 10% في 35,000 هتديني 3,500. طيب خش على النقطة التانية، حضرتك عندك مسحوبات. الشريك الأولاني ساحب 2، الشريك التاني اللي هو رجب ساحب 2، والشريك التاني اللي هو متولي ساحب 8 بناء على بيانات التمرين، فيبقى الاتنين سحبوا 10، واحنا بناخد فايدة على المسحوبات اهو عندك في التمرين بنسبة كام؟ الراجل قايل لي فايدة على رأس المال 10، فايدة على المسحوبات والأرصدة الجارية سواء دينة أو مدينة 5%، ولو اتبقى حاجة ابقى وزعها بالتساوي. يبقى أنا هاجي أقول له هنا صافي الربح خلصناه، احتجزنا 10% في الجانب المدين، فايدة على المسحوبات أنت سحبت فلوس فأنا هحسب عليك كشريك فايدة، فأنا هاخدها تعتبر مصدر من مصادر الأرباح بالظبط كده. فأقول له 5% في 10,000 اللي هي عبارة عن 2,000 سحبهم رجب و8 سحبهم متولي، يبقى إجمالي الفايدة على المسحوبات 500 تعتبر في الجانب الداين اللي هو ساعات بيسميه جانب له. طيب قدام فايدة المسحوبات زي ما حسبتني على فايدة على المسحوبات، حاسبني أنا بقى وإديني أنا فايدة على رأس المال اللي أنا سايبهولك. طب أنت رأس مالك كام؟ قال لي الأولاني رأس ماله اللي هو رجب 100,000، والتاني رأس ماله 50,000. طب أنا عايز أفصلها، فصلها يعني قول 10، قول رجب كام، وقول متولي كام. عايز تجيب الاتنين على بعض، جيب الاتنين على بعض على حسب صياغة السؤال. يعني ايه على حسب صياغة السؤال؟ هنبص دلوقتي ونشوف صياغات الأسئلة المحتملة. فائدة رأس المال هقول له 10%، جبتها منين؟ مش ثابتة، مفيش حاجة ثابتة. 10% هو اللي نص عليها في التمرين، قال لي إن تحسب فائدة على رأس المال بنسبة 10%. فأقول له 10% في رأس المال بتاع الشركين ب 150,000 جنيه، يبقى فايدة على رأس المال ب 15,000 تعتبر توزيع للأرباح تتحط في اليمين طرف مدينة أو تتحط في الجانب المدينة. قال لي في أرصدة مدينة وفي أرصدة دائنة. قال لي الأخ رجب كان رصيده مدينة ب 4,000 جنيه، كان الأخ متولي، وأعتقد الشريك متولي هو اللي كان عنده رصيد أهو. بيقول لي إن رجب ليه رصيد دايم ب 3,000، فده هيروح توزيع أرباح، وال 4,000 هيتحسب عليهم فايدة وهتروح طرف مدين لأن دي رصيد مدين. يبقى هنا هبدأ أقول له أنا هحسب فايدة على الأرصدة المدينة اللي هي عملها متولي، كان عمل 4,000 جنيه، الحساب الجاري بتاعه طلع رصيد مدين ب 4,000 جنيه، والعقد اللي بيني وبينه بيقول إن تفرض أو تتاخد فايدة 5% على الأرصدة المدينة وتعتبر إضافة للربح. فأقول له 5% في 4,000، يبقى قيمة الفايدة اللي هيدفعها أو اللي تعتبر على متولي وتعتبر بالنسبة لي أنا كشركة إضافة للأرباح 200 جنيه. على الناحية التانية رجب كان ليه فايدة، ليه؟ لأنه كان رصيده داين، رصيده داين يعني هو اللي ليه. خلاص طيب رصيدك داين يعني أنت اللي ليك، فيبقى 5% في رصيدك كان 3,000 هيطلع ب 150. آخر نقطة اتفقنا بتوزيعات الأرباح بنزود بند وهو المرتب المكافأة، مرتب أو المكافأة اللي بياخدهم الشريك، ودي بتكون عبارة عن مبلغ بيديه جاهز، ادونا في التمرين جاهز، وقال لك عليه والله إن المبلغ ده عبارة عن 6,000 سنويا، أهم حاجة تتأكد إنه سنويا.
ليه سنويا؟ لان انا عايز قيمة المصروف كامل اللي يخص 12 شهر. طيب ليها طريقة تانية بتيجي، ممكن اجي اقول لك والله 1000 جنيه في الشهر، فانت عارف ان الشهر في كام او السنة فيها كام شهر؟ 12 شهر. فتقول لي 1000 جنيه في الشهر في 12 شهر، يبقى انا 12000. هنا لو بصيت دي 500 جنيه في الشهر في 12 شهر هتديك 6000 جنيه. لحد هنا لو بصينا احنا خلصنا. خلصنا ازاي؟ ان احنا حطينا في الجانب الدائن جميع مصادر الارباح اللي هي عبارة عن صافي ربح، فايدة على المسحوبات، فايدة على الأرصدة المالية. حطينا في الجانب المدين جميع مصادر أو جميع عمليات توزيع الأرباح اللي هي الاحتياط العام، فايدة رأس المال، فايدة على الحسابات الجارية الدائنة، مرتب أو مكافأة السنوية كاملة. هنبدأ نجمع الطرف المدين هيطلع معانا ب 24650، هنجمع الطرف الدائن هيطلع معايا ب 35700، وبالتالي يبقى الرصيد طالع معاك رصيد دين ولا مدين، مين الأكبر؟ رصيد الدين. يبقى أنا هجيب الفرق بين الاتنين، يعني هقول 35700 على الآلة ناقص 24650 هيطلع معايا إن المتبقي ربح، لأنه يعني رصيد دين، وأنت عارف إن الربح يعتبر دين والخسارة هي اللي تعتبر مدين. فهنا طلع معاك رصيد دين، يعني أرباح متبقى هتتحط أو هترحل إلى حساب الجاري بتاع كل واحد فيهم. طب القيمة بتاعته كام؟ القيمة 11050 جنيه. جت منين؟ جت عن طريق ان جمعت الطرف الداين او الجانب الداين كله بتاع الحساب طلع 35700، جمعت الطرف المدين كله اللي هما الاربع بنود طلع 24650، طرحت الاتنين من بعض وحطيت الرصيد طبقا للاكبر، يبقى 35700 ناقص 24650 يبقى الرصيد عندي 11050 جنيه، رصيد دين يعني أرباح متبقاة، وبالتالي ترحل إلى جاري الشركاء، حساب جاري الشركاء، تعلي الحساب الجاري بتاعه. طب قبل ما أرحلها، هل القيمة دي قيمة شريك واحد ولا قيمة الشريكين مع بعض؟ لا، قيمة الشريكين. يبقى لازم أعمل عملية توزيع. طب أعملها إزاي؟ هو ناقص عندك في التمرين، ارجع كده للتمرين هتلاقي بيقول لك ان الراجل بيقول لك في حالة ان انت خدت احتجزت 10%، خدت فايدة على رأس المال، خدت فايدة على الأرصدة الداينة، خدت المرتب، كل ده استقطعته من جانب الأرباح، واتبقى ربح وزعه بينهم بالتساوي. فيوزع بالتساوي يعني هنقسم على 2، فهيطلع ان الشريك رجب هيضاف على حسابه الجاري 5525، والشريك متولي هيضاف على حسابه الجاري 5525. طيب تعالى بقى نشوف الحساب الجاري الشريك. حساب جاري الشريك زي ما اتفقت مع حضرتك ان حساب رأس المال هو حساب منفصل بيثبت فيه عملية رأس المال اللي تمت في بداية الشركة، ما يتمش زيادته ولا تخفيضه الا باتخاذ قرار ان احنا هنزود رأس المال او نخفض رأس المال. اما العمليات الدوريه اللي بتحصل جوه الشركه اللي خاصه بالشركاء، قال لك افتح لهم حساب لوحده اسمه جاري الشركاء، حساب جاري كده لكل شريك باسم كل شريك، يبقى فيه قيم العمليات اللي بتحصل من دول. زي ايه؟ زي اللي احنا لسه شايفينه من شويه، الفوائد المستحقه، المرتب المستحق، الفايده القرض المستحقه، المسحوبات، الارصده الداينه والمدينه وفايدتها. طيب عشان نشوف الكلام ده لازم تبقى عارف برضو ان اي حساب دفتر استاذ ليه جنبين، جنب مدين وجنب داين. جنب المدين اي حاجة على الشريك، جنب المدين اي حاجة على الشريك، جنب الداين اي حاجة لصالح الشريك. يبقى انت دلوقتي في حساب توزيعات الارباح المدين يعتبر توزيع للربح، الداين يعتبر اضافة للربح. الجنب هنا في حساب جاري الشريك اي حاجة هتقول ان دي بتحسب على الشريك تحطها في الجانب المدين، طب بتحسب لصالح الشريك هتحطها في الطرف الداين. طب تعالى نشوف كده واحدة واحدة. اول حاجة بيبقى هو في رصيد اصلا من الشهر من السنة اللي فاتت، فبجيب رصيده، هو بيقول والله ان رصيدك في السنة اللي فاتت رصيد داين فهحطه في الداين، لو رصيد مدين هحطه في المدين. يبقى رصيد اول المدة، رصيد الحساب الجاري بتاع الشريك اول المدة، يا ده يا ده، ما ينفعش يكون دين ومدين.
ما انت رصيدك هيكون مدين فحطك في الجانب المدين، هيكون داين فحطك في الجانب الداين. يبقى التمرين بتاعك هيكون يا اما ده يا اما ده، ايا ما يكن مين فيهم سواء مدين او داين، حضرتك كاتب في العقد ان انت بتاخد فايدة. فانا كده هاخد فايدة على الارصدة الداينة، وهتتحط دي لصالح لان ده انت رصيد ليك وانا بدي لك فايدة عليه، فده يعتبر لصالح الشريك فهيتحط في الجانب الداين. لو رصيدك مدين ده يعتبر حاجة عليك وانا بحسب عليك فايدة برضو، فده حاجة عليك مش ليك، فيتحط في الطرف المدين. تالت حاجة تعتبر حاجة لصالح الشريك، انت سبت راس مال بتاخد قدامه فايدة، راس المال نفسه لحساب منفصل. امال الفايدة اللي حضرتك بتاخدها اللي هي لصالحك تعتبر في الجانب الداين من جاري الشريك، قدامها الناحية التانية بتسحب حاجات. فطالما حضرتك سحبت حاجات يبقى لازم تتحسب عليك فايدة على المسحوبات، اسمها بص الجملة، يتحسب عليك مش ليك، فايدة على المسحوبات اللي انت سحبتها فتتحط في الطرف المدين. النقطة اللي بعد كده المسحوبات نفسها طبعا تعتبر حاجة عليك كشريك فتتحط في الجانب المدين. قدامها الناحية التانية ان حضرتك بتاخد جزء من التوزيع اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، نصيبك من التوزيع اللي احنا وزعناه بيبقى في صالحك ولا لا، ده جزء متبقي ربح ونصيبك فيه، فده حاجه في صالحي. واخر حاجه ودي نقطه مهمه جدا ودي لازم تركز فيها، هناك احنا خدنا المرتب او المكافاه كامله كامله 12 شهر. طيب لو في مرتب مستحق، يعني حضرتك مرتبك في السنه 6000 ما قبضتكش منهم 500 جنيه، يبقى ده عليا انا كشركه حاجه مستحقه عليا، بالنسبه لك انت كشريك ده حاجه ليك فهتتحط في لصالح الشريك اللي هو الجانب الداين. طب فايده القرض المستحقه، برضو فايده القرض المستحقه، انت مدي للشركه بتاعتي قرض، انت شريك اه بس مدي راس مال ومدي قرض في نفس الوقت، لما اديتني قرض لازم تاخد فايده، لسه ما دفعتلكش الفايده دي، يبقى انت برضو في لصالحك فايدة قرض مستحق. تيجي طب قيمة القرض نفسها ليه ما عملتهاش زي المرتب؟ فكر فيها، لو فكرت فيها هتلاقي ان فايدة القرض هو مصروف، والمصروف بيروح قائمة الدخل مش مصروف متعلق بيك كشريك. انت مديني القرض ده مش بصفتك شريك، انا واخد منك القرض زيك زي غيرك، امال انت عندي كشريك براس المال وحسابك الجاري، فأي حاجة تتعلق بحسابك الجاري وأي حاجة تتعلق برأس مالك هي اللي تتعمل هنا. طب أنا حطيت لك ليه فايدة القرض المستحقة بس؟ لأن دي فلوس ليك، وأنا هنا بثبت اللي عليك واللي ليك، اللي عليك جانب مدين، اللي ليك جانب داين. ناتج العملية دي هتجمع الطرف المدين هتجمع الطرف الداين، لو الطرف الداين أكبر يبقى رصيد داين، لو الطرف المدين أكبر يبقى رصيد مدين. تعال نشوف تمرين، بس قبل ما اشوف تمرين افتكر معايا الشكل ده كويس، ان حساب جاري الشركة في جانب داين يبقى فيه كل حاجة ليك كشريك، والجانب الدين كل حاجة عليك كشريك. اتفقنا اللي ليك، حسابك الجاري رصيد اول المدة لو داين وفايدته، فايدة راس المال والتوزيعات او نصيبك من التوزيعات اللي جه من حساب التوزيعات، المرتب او الفايدة المستحقة، جانب المدين رصيدك لو مدين وفايدته، مسحوباتك وفايدتك. هنا بيقول لي ان تمرين على الحساب الجاري، وركز في نقطة زي دي كويس، ان هو بيقول لي بهاء شريك في شركة تضامن براس مال قدره 150,000 جنيه. 150,000 ده راس مال الشريك بس بهاء، هو ما ادانيش اي تفاصيل تانية، هو اداني ان بهاء شريك في شركة قيمتها او هو داخل 150,000، حسابه الجاري اللي فاتحينه ليه في الشركة طلع داين ب 5000، فبالتالي هبدأ في حساب الجاري في الداين هحط الرقم ده واحسب عليه الفايدة وتتحط برضه في الطرف الداين. بيقول لي مسحوباته خلال العام كانت 6000، ده تعتبر حاجة عليك تروح جانب المدين واحسب عليه برضه فايدة. بياخد مني مرتب في الشهر 1000 جنيه، المستحق ليه 2000، الألف هنا مش عايزها. طب ليه مش عايزها؟ لأن دي كانت بتروح في توزيعات الأرباح حضرتك. ازاي؟ كنت بقول 1000 شهر في 12 يبقى 12000، فكنت بثبتها 12000 هناك. هنا انا بقى عايز المستحق بس، يبقى انا في حساب جاري توزيعات الشركاء او اسف حساب
جاري الشريك بحط الفايدة أو المرتب المستحقة في الجانب الدائن. هناك في حساب التوزيعات بحط المرتب والمكافأة، ما بحطش الفايدة خالص، ما بحطش فايدة القرض خالص، بحط المكافأة والمرتب كاملة سنويا في الجانب المادي. بيقول لي علما بأنه ينص عقد الشركة على الآتي، قال لي إن إحنا بنحتجز من الأرباح نسبة 10%. تفرق معاك هنا؟ لا برضو. إيه؟ لأن أنا طالب منك حساب جاري الشركة. قصة احتياطي عام هي توزيع للربح، وانا مش هنا في حساب الجاري مش توزيع، لا يا للشريك يا للشريك. طيب احتساب فايدة على رأس المال 10%، فايدة على المسحوبات والأرصدة الداينة بنسبة 5%، نصيبه في توزيعات الأرباح اللي جاية لك من حساب توزيعات الأرباح كانت عبارة عن مبلغ 4250. طيب تعالى نبدأ نشوف، وبعد ما أخلص النقطة دي مباشرة هبدأ مع حضرتك إن أنا أوري حضرتك أو أعرض على حضرتك بعض أسئلة بابل شيت في هذين النقطتين اللي هو الحسابين. احنا متفقين إن حساب جاري الشريك هنعمله البهاء بس طبعا، جانب المدين المستحق على الشريك، الجانب الداين المستحق لصالح الشريك. أول نقطة ببص عليها في التمرين رصيده أصلا، حسابه في بداية السنة كان كام؟ كان مدين ولا داين؟ لو بصينا في التمرين اللي قدام حضرتك بالظبط كده، كان رصيد داين، هو اللي قال لي إن هو رصيد داين، وكان داين ب 6000 جنيه، أو آسف 5000 جنيه. أهي النقطة هي قدامك، إن هو كان رصيد داين ب 5000 جنيه. السطر التاني بلغ رصيد حسابه الجاري أول العام ب 5000 جنيه، فأثبتها إن هي ب 5000 جنيه في الجانب الداخلي. طيب تعالى النقطة التانية، النقطة التانية بعد ما حضرتك جبت رصيد جاري داين عارف إن في فايدة، في التمرين نص ان الفايدة 5% من قيمة الرصيد. طب رصيده 5000، هياخد فايدة ان هو رصيده داين 5%، فهكتب على الآلة 5% في 5000 هتطلع 250. طيب النقطة اللي بعدها قال لي مسحوبات، قال لي الراجل ده سحب فلوس، بس قبل ما يقول لي قال لي توزيعات. طب التوزيع ده ربح ليك كشريك يبقى لصالحك ولا عليك؟ لا لصالحي. يبقى التوزيعات هي تعتبر المتبقي من الربح اتوزع عليك، فبالنسبة لك حاجة ليك، وهو ادوني معطى ب 4250. قدام التوزيعات دي حضرتك في مسؤوليات برضو انت سحبتها، زي ما خدت توزيعات مني انت سحبت مني حاجة في الشركة، لما تسحب دي حاجة عليك كشريك. والراجل في التمرين قال لك صراحة ان المسحوبات للشريك بها كانت 6000. على طول اول ما تثبت المسحوبات لازم تبقى عارف ان المسحوبات عليها ايه؟ فايدة، وان التوزيعات عليها فايدة راس مال. يبقى فايدة راس المال الراجل في التمرين بيقول لك ان راس مالي 150000، وانا باخد فايدة 10%، ده بنص العقد. السؤال، فايدة راس المال حاجة لصالحك كشريك ولا حاجة عليك؟ لا حاجة لصالحي، حاطط فلوس وباخد فايدة، بس الجملة باخد فايدة. يبقى هقول 10% في 150000 ب 15000. الناحية التانية المسحوبات عليها فايدة، عليك كشريك فايدة 5% من 6000، يبقى 300. يبقى الشريك بهاء حسابه الجاري كان رصيده أصلا داين، فحطيته في الجانب الداين وخدت منه فايدة، يبقى أثبتت الرصيد نفسه وفايدته. خدت توزيعات في حاجة في صالحك فأثبتت التوزيعات، خدت مني فايدة على رأس المال بتاعك أثبتها برضو في الجانب الداين عشان حاجة لصالحك. الحاجة اللي عليك اللي هي الجانب المدين كانت نقطتين، إن أنت سحبت فلوس فأثبتها إن هي عليك، وحسبت عليك فايدة على المسحوبات دي فبرضو أثبتها عليك. لو جمعت المدين جمعت الداين هتلاقي طبعا إن الداين أكبر، فطلع لي إن الرصيد، أو قبل ما نقفل كان في مرتب مستحق، أنا آسف نسيناه، المرتب المستحق في التمرين كان قايل لي 1000 جنيه شهريا مرتب، ما تخصنيش خالص في حساب جاري الشريك. طب تخصني فين بالظبط كده؟ في حساب توزيعات الارباح.
أمال هنا أنا يخصني مرتب مستحق، فايدة مستحقة، مكافأة مستحقة. طالما مستحقة هي مستحقة عليا أنا كشركة، بس هي لصالحك أنت كشريك. يبقى المرتب المستحق الراجل مديهولك جاهز ب 2000 جنيه، هجمع الطرف الداين اللي هو فيه 5 عناصر، وهجمع الطرف المدين اللي فيه عنصرين، فهيطلع ان الاكبر هو الرصيد الداين، وهيطلع معاك الفرق ب 20,200 جنيه. 20,200 جنيه ده رصيد داين. ليه؟ لان الرصيد الداين كان اكبر من الرصيد المدين. يبقى لما يجي السؤال هيجي هنا ازاي؟ السؤال بيجي عن طريق ان هو السؤال قيمة فائدة المسحوبات كام؟ فاقول له 300. طيب حضرتك لما اثبتها، اثبتها في الجانب المدين من الحساب، يعني قلت من حساب جاري الشركاء الى، فكل الاطراف دي بيتحط قبلها كلمة الى، يبقى كل الطرف المدين بيتحط كلمة الى قبليه. طب ليه؟ عشان لما اقرا القيد اقول من حساب، لأن الطرف المدين يعني من حساب جاري الشريك إلى حساب الفايدة، من حساب جاري الشريك إلى حساب المسحوبات. هنا بقى لا، من حساب الفايدة إلى حساب إيه؟ جاري الشريك. يبقى السؤال هيجي لحضرتك عبارة عن إيه؟ السؤال قيمة الحاجة كام؟ وبعد كده بعد ما يتسأل في القيمة حطيتها في الحساب الجاري للشريك بكام، وحطيتها في الطرف المدين او الجانب المدين منه ولا الجانب الدائن. ده اول نوع من الاسئله. النوع التاني هو حساب جاري الشريك بتاع بهاء في نهايه العام. بقى في بدايه العام كان داين ب 3000 او ب 5000، طيب في نهايه العام فضل برضه داين ولا تحول مدين؟ لا، اقول له فضل داين. طب النقطه التانيه، بيدين ب 5000؟ اقول له لا، ده ما شاء الله بيدين ب 20,200 جنيه. يبقى كده احنا خلصنا نقطتين. النقطتين عبارة عن ازاي اعمل حساب توزيعات الارباح، وقلنا ان الجانب المدين فيه هو عبارة عن توزيعات الارباح، والجانب الداين هو عبارة عن عملية اضافة الارباح، وبياخد الشكل اللي قدام حضرتك ده. يبقى الجانب المدين منه توزيع الأرباح، والجانب الداين هو عملية إضافة الأرباح. إضافة الأرباح قلنا 3 بنود: صافي الربح، فايدة المسحوبات، فايدة أرصدة دائنة أو أرصدة حسابات جارية المدينة. الناحية التانية توزيعات الأرباح في الجانب المدين: احتياطي عام، فائدة على رأس المال، فائدة على الحسابات الجارية الدائنة، مرتب أو مكافأة للشريك بياخدهم مني سنويا. الكلام ده لما بقارن هيطلع لك ربح متبقي او يطلع لك خسارة توزع على الشريكين على حسب نص التمرين. ده بالنسبة لحساب توزيعات الارباح. طيب بالنسبة لحساب جاري الشريك، بتحط طرف مدين كل اللي على الشريك، والطرف الداين كل اللي عليه الشريك. اللي على الشريك رصيد جاري مدين، ده حاجة عليك وعليك فايدة ليها. تسحب مسحوبات، دي حاجة عليك وعليها فايدة. يبقى هم 4 بنود: رصيد المدين، فايدة على الأرصدة المدينة، المسحوبات والفايدة على المسحوبات. الناحية التانية المستحق ليك بقى كشريك 5: رصيدك الجاري لو داين وليك فايدة عليه، فايدة ليك على رأس المال، نصيبك من التوزيعات اللي جات لك من حساب توزيعات الأرباح، المرتب أو فايدة القرض أو المكافأة، ولكن المستحق. وبأكد على النقطة دي تاني اهو، كلمة المستحق تيجي هنا، وقيمة المرتب والمكافأة تروح في توزيعات الأرباح. طيب فائدة القرض كاملة سنويا لا بتخش في الحساب ده ولا بتخش في الحساب ده، أمال بتروح فين؟ لا، دي بتروح قائمة الدخل بتاعت الشركة نفسها. فكده انتهينا من عملية حساب الجزء الأول أو الجانب التطبيقي من الجزء الأول من الفصل ده. طب تعالى نخش بقى في الجانب التاني، هي فكرة بقى معالجات انضمام وانسحاب شريك. النقطة الأولانية، أنا بتعامل مع توزيعات أرباحك وحسابتك الجارية اللي أنت فاتحها في الشركة بتاعة التضامن. طيب في حالة إن أنا وأنت فاتحين شركة تضامن أو شركة أشخاص، وقررنا إن إحنا نزود معانا شريك تالت، دي حالة اسمها انضمام شريك. الحالة دي
الشريك اللي هيخش يا اما يشتري مباشرة مني ومنك وملوش علاقة بالشركة، هو بيشتري مني ومنك مقابل ان انا والشريك التاني نتنازل عن جزء من رأس المال. فالسؤال المهم في حالة زي دي، رأس المال بتاع الشركة بيزيد او بيقل؟ لا، هو هو بس بنعيد توزيعه، بدل ما كان متوزع على 2 بيتوزع على كام؟ 3 بالظبط كده. وتمن الفلوس قبضناها بعيد خالص عن الشركة، مفيش فلوس دخلت الشركة. الحالة التانية ان يكون عبارة عن استثمار، الشريك يقول لي لا احنا مش هنثبت رأس المال زي ما هو كده ونعيد توزيعه، انا هدخ استثمار يخش الشركة فيعمل في رأس المال ايه بالظبط كده، يزوده. يبقى عملية استثمار اموال بتزود رأس المال الكلي للشركة، اما عملية الشراء المباشر في حالة الانضمام لا زيادة ولا انخفاض في رأس المال، هو 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 بنعيد توزيعه تاني. الانسحاب برضو نفس الوضع، قلنا 3 وفي واحد قرر ان هو ينسحب واحنا وافقنا، فيا اما هيبيع حصته للشركين للشركاء الحاليين او اللي هيفضلوا مكملين في الشركة مباشرة في مقابل ان رأس المال يزود رأس المال بتاعنا، فالرأس المال الاجمالي لا يتغير. الحالة التانية ان الشركة نفسها هي اللي تدفع له تمن حصته من خزنتها، فبالتالي رأس المال بيقل. طيب الكلام ده كله هيوضح قدام حضرتك في التمارين اللي هنبدأ مع حضرتك فيها. تعال الأول نبدأ تمرين على حالة الانضمام، وهناخد فيه الحالتين، لو تم شراء مباشر أو تم استثمار في أعمال الشركة. الراجل بيقول لي في التمرين عامر وتامر الاتنين شركاء في شركة تضامن، بيقتسمان الأرباح والخسائر بالتساوي بينهم. وفي 1/1/2020 قرر الشريكين ان هم يضموا شريك تالت اللي اسمه ماجد. يبقى انا دلوقتي حاليا في 2 عامر وتامر، هيخش عليهم واحد جديد ماجد. على اساس ايه بقى ماجد هيخش؟ قال لي والله ماجد هيخش على اساس ان هو هيشتري حصة مننا احنا الاتنين تعادل تلت حقوق الملكية بتاعتنا، مش رأس المال، الحقوق الملكية او حقوقنا، يعني فلوسنا كلها على بعض بعد تأثرها بنتائج إعادة التقدير. الجملة اللي حضرتك بتقراها دي معناها إن أنا ما ينفعش أخد تلت من رأس المال بس، لازم أجيب حقوق الشريك كاملة. ولذلك اسم الموضوع من الأول المحاسبة عن حقوق الشركاء. يبقى رأس المال هو جزء من حقوق. طيب في حاجات تانية؟ آه، في نتائج إعادة تقدير بتطلع نتائج برضو، ربح أو خسارة، لازم نشيل الربح يزودني والخسارة تقلل. طيب بيقول لك علما بأنه رأس المال الشركة الشركاء اللي موجودين دلوقتي 300,000 جنيه بالتساوي بين عامر وتامر، شهرة المحل المستترة 50,000 جنيه برضه هتتقسم بينهم بالتساوي، عملية إعادة التقدير طلعت أرباح فهتزودنا 15,000 برضه هتبقى بالتساوي، رصيد الاحتياطي العام 30,000، رصيد الحسابات الجارية الداينة للشركة 500 للشركاء 500 جنيه لكل شريك. طيب تعالى نبدأ نحل. سيادتك عندك حساب قيمة حقوق الشركاء الأول، يبقى عشان تخش تعمل لي عملية الانضمام أو الانسحاب لازم أول حاجة تحسب لي حقوق الشركاء الحاليين. 2 تحسب 2، 3 تحسب 3. طيب ليه رأس المال مش هو الحقوق كلها؟ ده اول بند بس هو رأس المال، وهو كان ناصص عليه في التمرين ان هو 300 ومتقسم بين عامر وتامر مناصفة، يبقى عامر 150 وتامر 150. النقطة اللي بعدها شهرة المحل المستترة، راجل قال في التمرين 50,000، برضو اي حاجة بتتقسم بينهم بالتساوي، يعني هقسم على 2 يبقى 25,000 لعامر و25,000 لتامر، رأس المال والشهرة يزودوك، يبقى الاتنين موجب. طيب أرباح برضو موجب، الأرباح كلها من عملية إعادة تقدير 15,000، 15,000 دي هتتوزع بيني وبينك بالنص بين عامر وتامر، يبقى هقسم على 2 يبقى 7,500 لعامر و7,500 لتامر. نص بعد كده في التمرين إن في احتياطي عام متشال ب30,000 عشان نسبة حقوقنا فيه 30,000 على الاتنين، عامر هيبقى 15 وتامر هيبقى 15، كل البنود اللي قدام حضرتك دي تزود، يعني بتبدأ تزود حقوقك ما تقللش، بتزود ليه؟ كلها تعتبر في صالحك. العنصر الأخير الحسابات الدائنة،
برضه حسابات داينة، يعني انت ليك فلوس كشريك، رصيد، انت ليك رصيد، حساب مدين انت كشريك عليك رصيد. طيب قال لي في التمرين ان كل شريك، وركز في الصياغة كويس جدا، ان كل شريك، متبقاش قاعدة بقى وتقعد مناصفة مناصفة مناصفة. النص كان واضح في التمرين، بيقول لي الحساب الجاري الداين للشريكين كل شريك ب 500 جنيه. يعني الشريك عامر عنده حساب جاري داين ب 500، والشريك تامر عنده حساب جاري داين ب 500. كده اقدر اجمع واجيب اجمالي حقوق الشركاء الحاليين اللي موجودين، اللي هو عامر وتامر، قبل الانضمام اصلا. لما هجمع هلاقي ان ده ب 198 الف جنيه لعامر حقوقه كلها، وتامر حقوقه كلها 198 الف برضه. طيب ليه الناتجين طلعوا زي بعض؟ لان هما مناصفة في كل حاجة، حتى حساباتهم الداينة، وده شيء نادر، برضه مناصفة، او يعني طلع نفس القيمة، ده 500 وده 500. السؤال، احنا بنحسب ده ليه؟ عشان خاطر ماجد اللي داخل عايز ياخد من حقوقي التلت، يخش معايا شركة ان هو ياخد تلت مني كعامر، وياخد تلت من تامر. طب هياخد تلت من ايه؟ وانت ما حسبتش. عشان كده بقول لحضرتك اول خطوة ليك في الانضمام والانسحاب، اول خطوة تحسب لي حقوق الشركاء، ان انت تضيف راس المال، الشهرة، ارباح عائد تقدير، الاحتياطي العام، الحسابات الداينة. طب سؤال مهم، لو كان عندك في التمرين خسائر إعادة تقدير هتتقسم برضو، بس بدل ما هجمع قيمتها هطرح، يبقى هاجي عندها هطرح مش هجمع. وهنشوف مثال زي ده. طب حساباته بدل ما هي حسابات جارية داينة، حسابات جارية مدينة، برضو هحطها، بس بدل ما هجمعها هطرح. في الحالة اللي قدامنا خلاص أثبتنا إن إجمالي حقوق الشركاء الحاليين 198 ألف جنيه لكل شريك سواء عامل أو تامر. تعالى بقى نثبت عملية الانضمام في حالة التعامل المباشر مع مين؟ مع الشركاء. قال لي والله قيدي اليومية اللي هيثبت حاجة زي كده إن أنا بقول رأس المال. ورأس المال طبيعته مدين ولا داين؟ رأس المال يعتبر نوع من أنواع الالتزامات، لأن كلمة التزام فيها حاجتين، فيها خصوم وحقوق ملكية، والاتنين طبيعتهم داين. طب حضرتك دلوقتي ماجد هيخش الشركة، فرأس ماله ايه اللي هيحصل له بالظبط؟ الله ينور عليك، هيزيد. يبقى اول حاجة هعملها ان انا هثبت عامر وتامر ان رأس مالهم ماله اتسحب منه، قل، فقل في الطرف المدين، فهقول من مذكورين حساب رأس مال عامر قل ب 66 ألف، جت منين؟ هو هياخد تلت من عامر، يبقى تلت في حقوق ملكية عامر لسه حاسبها ب 198 ألف، يبقى 66 ألف هيتاخده من عامر في حسابه او من حساب رأس ماله، فرأس ماله بيقل، رأس المال داين، لما يقل يبقى مدين. نفس الوضع بالنسبة لتامر، رأس ماله بيقل يبقى مدين، بيقل بكام؟ بتلت من حقوق الملكية، أو من آسف من حقوق الجارية بتاعته اللي هي 198 ألف، هقول تلت في 198 ألف هتطلع برضه ب 66 ألف. يبقى أنا خدت من تامر 66 ألف من رأس ماله، وخدت من عامر 66 ألف، عشان يروحوا يزودوا رأس مال ماجد. يبقى عملية تكوين رأس مال يظهر معايا اهو ان ماجد بقى عنده رأس مال ب 132 ايه الف. يبقى دلوقتي عامر وتامر قالوا كل واحد قال ب 66 ألف، عشان ماجد يظهر معاهم كرأس مال ب 132 ألف جنيه. النقطة المهمة هنا ان لازم حضرتك بعد كل عملية في الانضمام والانسحاب تجيب لي دلوقتي حقوق كل شريك. فبالعقل احنا بنعيد توزيع، وهو داخل معانا بالتلت، يعني كل واحد فينا هيبقى ليه تلت. يبقى عامر ليه تلت، تامر ليه تلت، ماجد ليه تلت. يبقى لما اجي اسأل حضرتك رصيد حقوق الشريك عامر، حقوق الشريك تامر، حقوق الشريك ماجد، كل واحد دلوقتي بعد انضمام ماجد ليه نفس الرصيد 132 ألف جنيه. طيب بالنسبة لرأس المال الكلي للشركة 132 ألف في 3 هتطلع مع حضرتك ب 396 ألف جنيه. لو بصيت في بداية التمرين وجمعت رأس المال أو جمعت حقوق الملكية، حقوق الشركاء اللي أنت لسه جايبها اللي هي دي، اجمع عندك على الآلة كده 198
زائد 198 هتطلع نفس القيمة دي بالظبط، نفس القيمة اللي هي إجمالي رأس المال للشركة كله، هيطلع معاك ب 300 بالظبط، 96,000 جنيه. ولذلك بقول لحضرتك لما بيحصل عملية شراء مباشر من شريك داخل مع الشركاء اللي موجودين، رأس المال الكلي للشركة ما بيتغيرش. هو القصة كلها بنعيد توزيعه، بدل ما كان متوزع على شخصين يتوزع على كام؟ 3، ولا هو لا يزيد ولا يقل، لأن التعامل اسمه تعامل مباشر، اتنزل لي واحنا ناخد الفلوس من بره الشركة أصلا. ده النقطة. طب تعال نشوف القيود أو الأسئلة المحتملة البابل شيت. يقول لك والله يثبت حساب رأس مال شريك تامر. شريك تامر حسابه أما هيجي في القيد هيجي مدين ولا داين؟ هو تامر ده هيتاخد من رأس ماله عشان يروح لماجد، يبقى هاخد من رأس ماله يبقى هقلله يبقى مدين. طب خدت من رأس ماله التلت لما حسبتها طلعت 66,000، يبقى هقول طرف مدين 66,000. نفس الكلام لعامر. طب السؤال التاني، رأس مال شريك ماجد، ماجد ده الجديد المنضم، المنضم ده بيكون رأس مال يعني لسه بيظهر يعني جديد، يبقى داين، وداين ان هو خد 66 من عامر و66 من تامر، فيبقى 132,000 طرف تاني. يقول لي رصيد حساب رأس مال الشريك عامر، اتفقنا ان احنا من شوية ان هو لما دخل خد التلت، خلانا كلنا كل واحد ليه في الشركة تلت، فعامر لتلت، تامر لتلت، ماجد لتلت بعد الانضمام، يبقى كل واحد فيهم ب 132,000 جنيه. قيمة الشركة كل ما اتغيرتش 396,000 جنيه. آخر سؤال هو سؤال عشان تحلها بالطريقة التانية، وهي طريقة الاستثمار في أموال الشركة. طب نقرأ السؤال، سيبك من الإجابة هنحلها دلوقتي، وبعد كده هتلاقي الإجابة نفس الإجابة اللي قدامك. بيقول لك بفرض في التمرين السابق إن الشريك ماجد ما حبش إن هو يخش طريقة عملية شراء مباشر، قال لي لأ أنا عايز أعمل عملية استثمار جوه الشركة، والاستثمار بتاعي ده بمقدار 30% من حقوقكم، يعني احسبوا حقوقكم 30% منها قد ايه، وانا اجيب فلوس ادخلها الشركة بالقيمة دي. طب احسبها ازاي؟ تعال نشوف لو هيحصل انضمام بطريقة استثمار في اموال الشركة. خد بالك ان رصيد حقوق الشركاء قبل وبعد الانضمام في الحالة دي ما بيتغيرش، العكس بقى هناك كان بيتغير لان بعيد التوزيع، هنا زي ما هو. مين اللي بيتغير؟ الرأس المال الكلي. انت كنت مثلا 200,000، انا هجيب 50,000 ونبقى رأس مالنا 250، بدل ما ناخد ال 200 ونوزعهم علينا، لا نعلي رأس المال. يبقى في حالة استثمار رأس المال يزيد، ورأس مال الشركاء اللي موجودين او حقوق الملكية بتاعت الشركاء الموجودين تفضل زي ما هي. هنا طبعا السؤال الأصح مش يبقى إجمالي رأس المال للشركة، إجمالي حقوق الملكية للشركة ككل، ده السؤال الأصح. طيب تعالى نبدأ نشوف القيد هيتعمل ازاي. حضرتك الراجل جه قال لي شوفوا انتوا حقوقكم كام وانا هدفع ما يوازي 30% من حقوقكم. فوالله الشريك الأولاني كل شريك فيهم 198 وحسبناها، وهم شريك اتنين شركاء، فيبقى 198 في 2 في 30% هيطلع معاك ب 118,800 جنيه. الراجل هيخش يعمل بيهم استثمار. يعني ايه يعمل استثمار؟ هيجي عندي في الشركة يقول لي خد فلوس حطها عندك في الخزنة، يبقى حساب اصل عندك زاد ب 118,800، يبقى من حساب النقدية لان النقدية اصل وزاد، وفي نفس الوقت رأس مال ظهر جديد، ورأس المال لما يظهر جديد او يتكون او يزيد بيبقى داين، لما بيقل بيبقى مدين، يبقى الى حساب رأس مال ماجد ب 118,800. يبقى كده احنا خلصنا الانضمام وخلصناه بالمرحلتين. المرحلة الاولى او بالطريقة الاولى هي فكرة شراء مباشر من الشركاء الحاليين، والطريقة التانية هي فكرة استثمار في اموال الشركة. طيب النقطة التانية، طيب زي ما في شريك بيخش وبينضم، في شريك ممكن عايز ينسحب، ازاي اثبت عملية الانسحاب؟ ناخد تمرين وهنبدأ نمشي مع عملية الانسحاب، وانا اتفقت مع حضرتك اول ما تبدأ تيجي تقول انا عايز اعمل انضمام او انسحاب، اول خطوة اعمل لي حقوق الشركاء.
والشركة يعني رأس مالهم، يعني الشهرة المستترة يعني أرباح أو خسائر التقدير، يعني أرصدتهم المدينة والدينة وهكذا. هنا بيقول لي ألف وب وجيم شركاء في شركة تضامن يقتسمان الأرباح بنسبة 2:1:1، يعني ألف بياخد 2 من 4 و ب بياخد 1/4 و ج بياخد 1/4. في 1/1/2020 قرر شريك ج الانفصال عن الشركة، قرر ان هو عايز يمشي، والشركة وافقوا على حاجة زي كده وقال له ان احنا عشان تمشي لازم هنعمل شراء لحصتك مش هنديك فلوس، احنا مش عايزين نقلل راس المال، فانا هدي لك فلوس، لا مش هدي لك فلوس من الشركة عشان خاطر ما اقللش راس المال، احنا هندي لك الفلوس مننا احنا من اموالنا الشخصية. فهم اتفقوا فعلا على حاجة زي كده. قال لي علما بان راس مال الشريك جيم اللي هيطلع 50,000، الشهرة المستترة بتاعت الشركة كل 28,000، خسائر إعادة التقدير 16,000، الاحتياطي العام ب 32,000، رصيد الحساب الجاري للشريك طلع مدين وب 500 جنيه. عايز ايه حضرتك؟ قال لي احسب لي اجمالي حقوق الشريك اللي هينسحب، ده رقم 1. رقم 2 اثبت لي عملية الانسحاب. رقم 3 قول لي حقوق الشركة وحقوق ملكية الشركة ككل كام بعد الانسحاب. يبقى 3 نقط لازم تغطيهم في عملية الانضمام والانسحاب. طيب تعال نبص على الكلام ده. ادي حساب قيمة حقوق الشركة الحاليين، انت عندك 3 اللي يهمني فيهم في عملية الانسحاب. الشريك اللي بينسحب، الشريك اللي بينسحب هو جيم، نسبته في الأرباح 1/4، نسبته في الأرباح هنعدلها في التمرين اهو، ان هو اللي نسبته اتنين، ونسبة ألف عشان الإنجليزي بس اتغير، نسبة ألف 1 ب 1 جيم 2. يبقى دلوقتي النسبة صح ولا حل؟ طيب يبقى هنا التمرين بيقول لي إن النسبة 2 إلى 1 زي ما هي كانت في الأول، هنا 1 وهنا 2. يبقى لما أجي أسأل حضرتك بناء على التمرين، ألف ليه 2 من 4 بحسبها إزاي؟ اجمع النسب كلها، 2 + 1 + 4 يبقى إجمالي النسب 4، يبقى 2/4، 1/4، 1/4، يبقى ألف نصيبه 2/4، ب نصيبه 1/4، ج نصيبه 1/4. تعال نشوف الكلام ده في الحل بتاعنا. ادي حساب قيمة الشركاء اللي يهمني الشريك الحالي، الشريك الحالي اللي او الشريك المنسحب اللي بيخرج هو الشريك ج، والراجل في ج نسبته 1/4، يعني لما هتحسبها على الآلة هتطلع مع حضرتك ب 25%. أول حاجة رأس مال الشريك ده نص عليه في التمرين صراحة وقال لك إن هو 50,000. رقم 2 في شهرة مستترة في الشركة كلها 28,000، هل كلها بتاعتك كشريك جيم؟ لأ، هتاخد منها بس الربع نصيبك، فهضرب على الآلة 28,000 في ربع اللي هو 25%، تطلع ب 7,000 جنيه. النقطة اللي بعدها قال لي إن حصل خسائر إعادة تقدير 16,000، أنت كشريك منسحب هتشيل فيها 25%، فهضربها ب 25% فهتطلع 4,000. طب سؤال، أنت حطيتها ليه بين قوسين؟ لأنه قلت لك لو أرباح تتجمع، لو خسارة تطرح بين قوسين يعني تطرح. النقطة اللي بعد كده قال لي إن في احتياطي عام ب 32,000 جنيه، مش بتوعك كلهم يا جيم، انت ليك فيهم 25% فهضربهم في 25% فهتطلع 8,000. اخر حاجة الحسابات المدينة، لان هو حسابه طلع مدين مش داين، طلع مدين ب 1,000. يبقى هنا دلوقتي لما هعمل العملية كلها على بعض هقول له 50,000 جنيه راس ماله، خد 7 من الشهرة
يبقى 57. خد 4 من الخسائر قللوه فبقي 53. خد 8 من الاحتياطي فبقي 61. شال منه الحساب الجاري المدين بتاعه اللي عليه ب1000، فبقي إجمالي حقوق الشركاء الشريك ده المنسحب إجمالي حقوقه قبل الانسحاب أو الانفصال 60000. يبقى أنت ليك في الشركة دي 60000، إحنا هنديلك 60000 وتخرج. إحنا كشركة مش دعوة بالشركة، مش عايزين نقلل رأس المال، مش عايزين نقلل رأس المال، إحنا هنديك الفلوس خلاص. يبقى دلوقتي هبدأ الباقي، حتى لو بصيت هتلاقي ان بعض البيانات مش مديها لك، مش مدي لك راس المال مثلا الشريك الف وب، ولا مديك الحسابات المدينه بتاعت الف وب. ليه؟ لان هو مش محتاج، هو عايز اهم حاجه المنسحب، لان المنسحب اللي لما احدد قيمته هو دي الفلوس اللي هياخدها. فهبدا اعمل عمليه الانفصال في حاله من اموال الشركاء، هعمل قيد يومي، هو قيد عكسي تماما بالظبط لقيد الانضمام. قيد الانضمام اللي كان بينضم بيزود راس مال فداين، واللي كان بيوزع القديم. امال هنا اللي بينسحب راس ماله بيحصل له ايه بالظبط؟ كده زي ما انت قلت بيقل. طالما بيقل يبقى مدين. يبقى اول حاجه بثبتها بقول ان راس مال جيم بيقل وهيقل بال60000 بتوعه كاملين، فيبقى كده ال60000 من حساب راس مال جيم. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا يزودوا في رأس مال ألف وب عشان هما يشتروا بشكل مباشر ب30000 ب30000. سؤال، انت ليه وزعتها هنا بالتساوي؟ انت ليه وزعتها كده؟ ليه ما مشيتش بالنسبة؟ اقول لك ليه. ارجع كده للتمرين تاني اهو قدام حضرتك واقرا التمرين كويس. لذلك بنقول وانت بتقرا التمرين اقرا التمرين للآخر وكويس وبالراحة. راجل جه قال لي ان راس ماله 50، الشهرة 28 وخد نصيبها، نصيب منه ربع، خسائر 16 شال فيها الربع اللي هو 25%، الاحتياطي 32 خد منهم 25% بس، رصيده الجاري طبقا لبيانات التمرين كان 1000 جنيه مش 500، رصيد مدين. طيب الألف جنيه ده، الـ1000 جنيه، السؤال بقى اقرا السطر اللي فوق كده في اخر فقرة الاولى، بيقول لي ايه بقى؟ قرر الشريك ج الانفصال عن الشركة على ان يتم شراء حصته من قبل الاموال الشخصية للشركاء، يعني شراء مباشر او بيع مباشر، مفيش راس مال هيقل، على ان توزع للشركاء المتبقيين بالتساوي. بص الجملة واضحة، بالتساوي، يعني هنشتري حصتك ألف وب هيشتروا حصتك ج بالتساوي، مالكش دعوة بالنسبة باللي فوق، احنا هنشيلها بالنص. عشان كده لما جينا حلينا طلع عندنا هنا ان الشريك بي في التمرين هنا اهو، لما جينا حلينا طلع 60000. لما جينا نحل 60000 ونعمل القيد بعد ما جبنا 60000، قلنا انفصال الشريك، قلنا القيد من حساب رأس مال ج ب60000 هنوزعها بالتساوي. ليه بالتساوي تاني؟ بعيد النقطة دي تاني، هو اللي نص في التمرين ان هم هيدفعوا 60000 بالتساوي، يبقى 30000 و30000. السؤال هنا كل شريك من ألف و ب، عشان هو بس مش مديني قيمة رأس المال بتاعتهم عشان أعرف أزود. بس السؤال لو حابب يجي حاجة زي كده هيجي يقول لك نتيجة العملية اللي فاتت ده رأس المال بتاع الشريك ألف زاد ب60 ولا زاد ب30 ولا قل ب60 ولا قل ب30. لا هقول له والله هنا زاد ب30 لأن هو حصته كلها كانت ج 60، قسمتها بيني وبين ب، انا شلت 30 وهو شال 30. رأس المال الكلي في اي عملية تعامل مباشر سواء شراء او بيع مباشر للحصص لا يتغير. سالت بابل شيت اهو، اجمالي حقوق الشريك ج قبل انسحابه او قبل انفصاله كانت 60000 زي ما حسبناها، وانا بعمل القيد
هثبت ألف مدين ولا داين؟ هثبته مدين، هثبته آسف داين لأنه رأس ماله بيزيد وزاد ب30 ألف. ب برضه هثبته داين عشان رأس ماله زاد ب30 ألف. كيم هيثبت مدين لأن هو بينسحب، رأس ماله بيختفي، أقفله فأقفله مدين ب60 ألف. الفرض الأخير ده عشان ناخد الطريقة التانية، هي طريقة إن هو يدفع فلوسه من أموال الشركة نفسها، فهخفض رأس المال بتاع الشركة. فكل اللي هعمله في الحالة اللي زي دي، إن حضرتك بدل ما بتقول من حساب رأس مال جيم ده طبيعي ب60 ألف لأن رأس ماله هيتقفل، بس ما اقدرش اقول رأس مال الشركة. اللي حصل ان الخزنة بتاعتي هي اللي قلت، والخزنة اصل، والاصل لما يقل يبقى داين، يبقى القيد بتاع حضرتك من حساب رأس مال الشريك جيم الى حساب النقدية بقيمة 60 ألف جنيه. حالة سداد الانسحاب او حالة الاستثمار في اموال الشركة حالة بتؤثر على قيمة رأس المال الكلي للشركة، شيء طبيعي، شيء طبيعي. كده يبقى احنا خلصنا الفصل التاسع اللي بيتكلم عن الحقوق الجارية للشركاء في شركات الأشخاص. خدنا فيه 4 نقط مهمين جدا. النقطة الأولى ازاي أعمل حساب توزيعات الأرباح، النقطة التانية ازاي أعمل حساب جاري الشركاء، النقطة التالتة ازاي أثبت عملية انضمام شريك جديد في الشركة، النقطة الرابعة والأخيرة ازاي أثبت عملية انسحاب الشركة. الفصل الرابع أو آسف الفصل الأخير بيتكلم عن الفصل العاشر، إعادة تقدير عناصر المركز المالي في شركات الأشخاص. وده آخر فصل مطلوب من حضرتك، هي فكرة عملية إعادة التقدير. الجانب التطبيقي فيه عبارة عن 3 أقسام. القسم الأول إزاي بتعمل عملية إعادة تقدير للأصول الثابتة، القسم الثاني إزاي بتعمل إعادة تقدير للبند المخزون، القسم الثالث ازاي بتعمل اعادة تقدير للمدينون والعملاء. طب خلينا نكون متفقين ان كلمة اعادة التقدير يعني ايه؟ يعني ان يكون في اختلاف بين القيمة الدفترية بتاعتك، قيمة الشيء في الدفتر عندك، وبين قيمتها الحقيقية او السوقية. الاختلاف ده اختلاف تقدير. طيب ممكن يطلع ربح، امتى يطلع ربح؟ لما يكون قيمة السوق أعلى من قيمة الدفتر عندك، ده معناه إن أنت كسبان. خلاص، إعادة التقدير هي اختلاف القيمة الدفترية للأصل عن القيمة السوقية له، وبينتج عنه أرباح أو خسائر. ولذلك لسه شايفين من شوية كان في كلمة أرباح، إعادة تقدير، خسائر، إعادة تقدير. تعالى نبدأ في أول بند هو إعادة تقدير الأصول الثابتة. خلينا نكون متفقين ان الاصول الثابته زي ما حضرتك درستها في الترم الثاني في السنه الاولى، درست موضوع كامل اسمه الاصول الثابته، ان الاصول الثابته بند من ضمن الاصول. طيب لما يحصل نقص في الاصول ده خساره بالنسبه لك ولا مكسب؟ لا طبعا خساره، اصل ملك ليك يحصل له نقص، خساره طبعا. طيب لما يحصل له زياده، اصل شيء ملك ليا يحصل له زياده، يبقى بالتالي ده ربح بالنسبه لي. يبقى الاصول الثابته لو لقيت المساله فيها نقص في الاصول، يعني قيمتك الدفتريه قلت، السوق بيقول ان هي اقل من كده ده خساره، لو السوق بيقول ان هي اعلى من كده يبقى زياده ربح. زي ما في اصول ثابته، حضرتك عارف ان في حاجه اسمها مخصص اهلاك او مجمع اهلاك مرتبط دايما بالاصول الثابته. المخصص هو التزام، واي التزام النقص فيه يعتبر ربح والزياده فيه تعتبر خساره. تعال نشوف مثال كده، تمرين واحد بيقول لي بلغت او بلغ مخصص اهلاك الالات في قائمه المركز المالي ب30 ألف جنيه، وجاء تقرير الخبير. أول ما تشوف كلمة جاء تقرير الخبير اعرف إن دي عملية إعادة تقدير. ليه؟ عملية إعادة تقدير ببساطة إن إحنا بنجيب خبير فاهم في الشيء بيتمن الحاجة، بيقول لي والله المخصص الإهلاك اللي أنت كاتبه عندك ب30 ألف ده، فعلا هو ب30 ألف دلوقتي، لا والله ده في مشكلة أزيد أو أقل. فالخبير ده لما عمل عملية إعادة التقدير بيقول لي إن المعدل الإهلاك اللي إحنا استخدمناه وطلع ال30 ألف كان مغالى. يعني ايه مغالى؟ كان زيادة.
بمقدار الضعف. يعني الرقم بتاعك ده كان المفروض يبقى النص، هو المفروض يبقى 15 بس. ليه؟ انت مزوده مغالاة، يعني انت مزوده بالضعف. يعني هو كان لو 15 انت خليته 30، فبالتالي لما هنيجي نثبت عملية إعادة التقدير طلعت لنا إيه؟ هبدأ أقول له والله القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية المفروض تبقى 15، لأن الراجل بيقول أنت مزود الضعف يبقى المفروض 15. أنت كاتبها عندك في الدفتر كام؟ 30، يبقى المفروض سالب 15 ألف. سالب 15 يعني ناقص، أهي ناقص في المخصص. ناقص المخصص بالنسبة لك ربح ولا لأ؟ أه، لأن المخصص التزام، لما الالتزام يقل بالنسبة لك ربح. فلما يجي لك السؤال هيقول لك ينتج عن عملية إعادة تقدير الآلات، ينتج عن عملية إعادة تقدير الآلات إيه؟ هقول له والله ينتج أرباح إعادة تقدير بمبلغ كام؟ 15 ألف جنيه. يبقى المسألة الأولى خدنا فيها ازاي نعمل عملية إعادة تقدير لمخصص إهلاك، ومخصص الإهلاك هو التزام، فالالتزام لما ينقص هو شيء ربح بالنسبة لك، الالتزام لما يزيد هو شيء خسارة بالنسبة لك. طيب تعال نخش على النقطة اللي بعدها، تعال نشوف أصل. أهو عندي أصل أهو، بيقول لي إيه الراجل؟ بيقول لي التمرين كالآتي: التمرين بيقول لي بلغ قيمة الأساس في قائمة المركز المالي 100 ألف جنيه. يعني قائمة المركز المالي مكتوب عندك إن الأساس فيها ب 100 ألف، دي القيمة الدفترية. وقد جاء تقرير الخبير، الخبير قعد وبص على الحاجة قال لي إن القيمة السوقية لها بمبلغ تقدر بمبلغ 80 ألف. يعني الأصول بتاعتك دي اللي انت بتقول ان هي ب 100، لا هي ب 80. طيب ينتج عن عملية إعادة التقدير ما يلي: لما أحل بحط القيمة الحقيقية ناقص القيمة الدفترية، القيمة السوقية ناقص القيمة الدفترية. يبقى أقول له والله القيمة السوقية 80 ألف ناقص القيمة الدفترية 100 ألف، على الآلة هتطلع مع حضرتك بسالب 20. أدي القاعدة فوق، أصولك لما يحصل لها نقص، الشيء اللي بتمتلكه لملكك اللي ليك حصل له نقص، فطبعا ده شيء خسارة بالنسبة لي، فأروح أقول والله نتج عنها إعادة، أو نتج عنها خسائر إعادة التقدير بمبلغ 18 ألف جنيه. تعال نبدأ دلوقتي نخش في إعادة النوع التاني، هو إعادة تقدير المخزون، البند التاني اللي ليه إعادة تقدير. ليك تبقى عارف بس كويس جدا ان المخزون اصل، وينطبق عليه نفس القاعدة بتاعة الاصول الثابتة، ان الاصل لما يقل هيبقى خسارة، والاصل لما يزيد هيبقى بالنسبة لك ربح. بس خد بالك من الملحوظة دي، النقص والزيادة هنا هي عبارة عن ان في جزء من البضاعة يا اما ما تضافش، يا اما جزء متضاف بس هو مش تبعنا لازم نشيله. فنقرأ الملحوظة كده، بيقول لي ان البضاعة الامانة لدى الغير تضاف. يعني ايه البضاعة الأمانة لدى الغير؟ يعني أنا شايل بضاعة، جزء من بضاعتنا، جزء من مخزوننا عند الغير كأمانة، فالمفروض البضاعة دي ملك مين؟ ملكنا. فلما أجي أحط حساب المخزون عندي في قائمة المركز المالي لازم يبقى جواها الرقم ده. طب مش موجودة، هتضيفها، فلما تضيف تعمل زيادة، يبقى بالنسبة لك إيه؟ ربح. بالظبط كده. طيب البضاعة التالفة والبضاعة لدى الشركة كالأمانة، زي ما أنا بحط بضاعة عند حد ممكن حد يحط عند بضاعة، ما ينفعش أدخلها في حساب أنا بتاعت حد تاني. يبقى هنا البضاعة الأمانة لدى الغير تضاف، البضاعة التالفة والبضاعة لدي كأمانة تخصم وتعتبر خصام. طب أنا عايز أشوف مسألة زي دي، بيقول لي بلغت قيمة المخزون في قائمة المركز المالي ب 60 ألف، جاء تقرير الخبير بأن هناك بضاعة أمانة لدى الغير لم تدرج بمبلغ 10 آلاف جنيه، فإنه ينتج عن عملية إعادة التقدير المخزون الآتي:
نتيجة العملية دي هيطلع ربح ولا خسارة. فهبدأ أقول له والله عشان أحسبها لك، أقول له والله إن البضاعة الأمانة، بضاعة الأمانة لدى الغير دي ملكي، يعني بضاعتي وحطيتها أمانة عند حد تاني دي ملكي، فالمفروض تضاف، فلما هتضاف هتبقى بالنسبة لي أرباح، فينتج عن هذه العملية أرباح إعادة تقدير بمبلغ الأمانة أو بمبلغ البضاعة غير المدركة اللي هي 10,000. طيب سؤال تاني، هل ده سؤال البابل شيت المحتمل الوحيد في حالة زي دي؟ لا طبعا، طالما حضرتك بتقول ان قيمة المخزون اللي هي 60,000 اللي موجودة دلوقتي مش القيمة الصح، ممكن تقول لي حضرتك بقى ايه هي القيمة الصح؟ ايه هي القيمة المعدلة؟ اه ده سؤال مهم. يبقى قيمة المخزون المعدلة بعد إعادة التقدير ينفع تفضل 60,000؟ لا طبعا، 60,000 وزود لي البضاعة اللي تخصني اللي أنا سايبها أمانة بره 10,000، يبقى دلوقتي قيمة المخزون بعد التقدير، بعد إعادة التقدير، أو ساعات بيبقى اسمها قيمة المخزون المعدلة، أقول له 60 زائد عشان ربح 70,000 زائد 10 تديني كام؟ 70,000. يبقى السؤالين في حاجة زي كده أو في نقطة زي كده، السؤال الأول عملية إعادة التقدير طلعت لك أرباح أو خسائر وبقيمة كام؟ السؤال الثاني قيمة البند نفسه بعد إعادة التقدير قيمته بقت كام؟ تعالى نبدأ على مسألة كمان في المخزون، إعادة تقدير المخزون بمسألة تانية. تمرين 4 بيقول لي بلغت قيمة المخزون في قائمة المركز المالي ب75,000 جنيه، وقد جاء تقرير الخبير بأن هناك بضاعة تلفة تمنها كام؟ تمنها 4,000 جنيه، قيمتها البيعية 1,000 جنيه، فإن جاوب على السؤالين. حضرتك عارف إن القيمة أو البضاعة التالفة تعتبر بتنقص مخزونك مش بتزوده، يعني وإحنا بنجرد لقينا 75,000 موجودين أه، بس جواهم 4,000 جنيه بضاعة بايظة تالفة، سيادتك هتستغلها في إيه؟ لأ تنقص. لذلك أول ما نيجي نقول هنحل، هنقول إن البضاعة التالفة ولكن بالصافي أنا عرفت أكسب منها 1,000، يبقى صافي التكلفة الحقيقية اللي واقفة عليا 3,000، يبقى 4,000 قيمة التلف أو البضاعة التالفة، 4,000 بعت فقللت التكلفة شوية بتاعة التلف ده، بعت بـ1,000 يبقى 4 ناقص 1,000، يبقى تكلفة التلف بالصافي 3,000. 3,000 دول المفروض يتشالوا من المخزون لأنه تالف، يتشالوا من المخزون، فبالنسبة لي هيقللوا المخزون، فهيبقى بالظبط كده زي ما حضرتك قلت بند خسارة. طيب السؤال الأولاني بيقول لي ينتج عن عملية إعادة تقدير المخزون، وأنت بتقدر المخزون طلع أرباح إعادة تقدير ولا خسارة؟ لا يا فندم طلع خسارة، طلع بكام؟ ب 3,000. طيب قيمة المخزون بعد إعادة التقدير، أو ثقة تانية قيمة المخزون المعدلة كام؟ أقول له والله 75,000 أشيل منها خسارة تخصم خسارة، ب 3,000 يبقى القيمة المعدلة 72,000 جنيه. كده يبقى احنا خلصنا في إعادة التقدير ازاي بعمل إعادة تقدير للأصول الثابتة، وازاي بعمل إعادة تقدير للمخزون. على النقطة الأخيرة عندنا في القسم الثاني، وهي إعادة تقدير المدينون. إعادة تقدير المدينون شبيهة شوية بالأصول الثابتة، لازم حضرتك تبقى عارف إن في مدينون وفي مخصص ديون مشكوك فيها، المدينون أصل والمخصص التزام. طب تعالى نطبق على طول على التمرين، يقول لي بلغت قيمة المدينون أو بلغ قيمة المدينون ومخصص الديون المشكوك فيها في قائمة المركز المالي على الترتيب، المدينون 110,000 ومخصص ديون مشكوك فيها 10,000 جنيه. جه الخبير قعد يعمل عملية إعادة تقدير للمخصص والمدينون، قال يا جماعة والله ده كان فيه ديون معدومة بس انتوا ما اثبتوهاش، سقطت منكم انتوا ايه شغالين كده وما اثبتوهاش. طب كام ده؟ 4,000 جنيه. والديون الجيدة ب 90,000 جنيه. عايز يا حضرتك جاوب على الأسئلة. تعالى بعد ما نحل على طول نحط الأسئلة البابل شيت المحتملة في نقطة زي دي. أول حاجة حضرتك بتعملها إن أنت بتعمل إعادة تقدير للمدينون نفسه. طب إزاي؟
هو حضرتك اديوني المعلومة دي عاملة بالظبط زي البضاعة كده، بضاعة تالفة، دينة عدم. طب أفكر حضرتك كلمة مدينون يعني إيه؟ كلمة مدينون معناه إن حضرتك عملت خدمة أو بعت بضاعة وما خدتش فلوس، ما تمش تحصيل أموال، فبالتالي حضرتك ليك رصيد عند هذا العميل، ليا رصيد يعني مدينون. طيب منهم عميل أفلس مش عارف أجيب فلوسي منه، العميل بكام؟ ب 4000. لما أجي أسأل حضرتك هل لسه المدينون بال110 اللي أنت بتقول عليهم؟ لأ طبعا، ما هو من جوه ال110 في عميل ب 4000 أفلس دين وعدمه، يبقى القيمة الحقيقية دلوقتي هي كام؟ هل هي 110؟ لأ هي أكيد مش 110، هي هتبقى 110، أشيل منها الخسارة اللي خسرتها في الدين المعدوم ب 4000، يبقى قيمة المدينون المعدلة 106000. كانت منين تاني؟ حضرتك المدينون كلها قبل ما نعمل إعادة التقدير 110، اكتشفنا إن في شخص جوه المدينون أو مجموعة أشخاص ب 4000 جنيه مش هنعرف نحصلهم، دين واتعدم. يبقى ال 110 ما بقتش 110، 110 فلوس ليا مش هعرف احصل منها 4، يبقى المدينون فعليا المعدلة ب 106. لما اسألك نتيجة اعادة تقدير المدينون طلعنا ربح ولا خسارة؟ اديك شايف طلعنا دين معدوم، يبقى خسارة. يبقى قيمة الدين المعدوم غير المثبتة زي قيمة التلف بالظبط في المخزون، تخصم من الاصل، وطالما تخصم من الاصل يبقى تعتبر بالنسبة لك ايه؟ خسارة، لان هي بتقلل لك اصل، والنقص في الاصل بالنسبة لك خسارة. فاول سؤال بيجي لحضرتك نتيجة اعادة التقدير في حساب المدينون محدد اهو، ارباح ولا خسائر؟ تقول لي خسائر. بقيمة كام؟ بالظبط كده قيمة 4000. طب السؤال التاني، قيمة المدينون المعدلة او قيمة المدينون بعد اعادة التقدير تقول لي كام؟ 106000 جنيه، لان انا شلت منها ال 4000 خسارة. طيب خش لي على المخصص، النقطة الأخيرة، مخصص الديون المشكوك فيها. إزاي أعمل إعادة تقدير للمخصص؟ حضرتك المخصص ده بيبقى في مخصص معدل وفي مخصص قديم. في التمرين الراجل بيقول لي إن المخصص القديم بكام؟ ب 10000. هل بعد الدين اللي اتعدم ده لسه أنا محتاج أعمل مخصص ديون مشكوك فيها ب 10000 ولا أقل ولا أعلى؟ تعالى نشوف الكلام ده. المخصص المعدل عبارة عن ايه؟ والله حضرتك المدينون دلوقتي ما بقوش 110، بقوا 106، يبقى اول حاجة عندي ان هما بقوا ب 106 ناقص الديون الجيدة. هو المدينون كلهم هينزلوا على حاجتين، ديون جيدة يعني ناس احنا مطمنين اوضاعهم المالية كويسة وان شاء الله هناخد الفلوس بتاعتنا، وناس مشكوك فيهم. يبقى حضرتك 106 لما يكون منهم 90 بس، 90000 هم الديون الجيدة، يبقى القيمة الباقية هي المشكوك فيه. يبقى المشكوك فيه عبارة عن كام؟ هتطرح 106 من 90، هتطلع مع حضرتك ب 16000 جنيه ديون مشكوك فيها. يبقى المخصص المعدل 16000 جنيه مش 10. يعني أنا عايز أعمل إيه؟ عايز ازوده. طيب المخصص انا اتفقت معاك من قبل ما نبدأ ان المخصص التزام، زيادة الالتزام بالنسبة لك ايه؟ بالظبط كده، الله ينور عليك، خسارة. يبقى زيادة الالتزام خسارة، والخسارة يبقى هقول ان نتيجة اعادة تقدير مخصص الديون المشكوك فيها طلعت خسائر اعادة تقدير بقيمة 6000 جنيه، وقيمة المخصص الجديدة هي 106 ناقص 90 اللي هي 16000. يبقى السؤال الأولاني إعادة التقدير للمدينون فقط خسارة 4000، إعادة التقدير لمخصص الديون المشكوكة فيها فقط 6000، نتيجة إعادة التقدير كلها للبند كله على بعضه خسارة ب 4 وخسارة ب 6، يبقى خسارة ب 10000. رصيد المدينون المعدل 106000 جت من إن أنا طرحت الدين المعدوم من 110 فادتني 106،
إعادة التدقيق أو قيمة المخصص المعدل جوه المعادلة هي عندك إن المخصص المعدل بيساوي المدونين المعدل ناقص الديون الجيدة اللي موجودة في التمرين، فأقول له 106,000 ناقص 90,000 يبقى 16,000. يبقى كده إحنا انتهينا من النقطة الثالثة في إعادة التقدير، وهي إعادة تقدير المدينون، وانتهينا من الفصل. خلينا نرجع كده نفتكر مع بعض محتويات المنهج المقرر عليك. محتويات المنهج المقرر عليك قسمين: القسم الأول المحاسبة عن الأصول غير الملموسة، المحاسبة عن الاستثمارات، المحاسبة عن المنح الحكومية، المحاسبة عن المخصصات، ويضاف عليهم الإطار النظري. الكلام ده أنا طبعا كاتب اللي هي الفصل الأول اللي هو مقدمة عن المحاسبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللي هو الفصل الأولاني عند حضرتك طبعا مقرر عليك. بعد كده المحاسبة عن الأصول غير الملموسة، المحاسبة عن الاستثمارات، المحاسبة عن المنح الحكومية، والمحاسبة عن المخصصات. ده القسم الأول عند حضرتك. في الجزء الأول من المراجعة تم تغطية أول 4 مواضيع، والنهاردة في الجزء الثاني خلصنا المحاسبة عن المخصصات. كده خلصنا القسم الأول كله. في القسم الثاني هو جزئين فصلين، الفصل الأول بيتكلم عن حقوق الجارية للشركاء، الفصل الثاني بيتكلم عن إعادة التقدير. وعرفنا إن الحساب أو الفصل بتاع الحقوق الجارية بيتكلم في 4 مواضيع: إزاي تعمل حساب توزيعات، إزاي تعمل حساب جاري الشركاء، إزاي تعمل عملية انضمام شريك، وإزاي تعمل عملية انسحاب أو انفصال شريك. أما في إعادة التقدير فهي 3 نقاط: إزاي أعمل إعادة تقدير للأصول الثابتة، إزاي أعمل إعادة تقدير للمخزون، إزاي أعمل إعادة تقدير للمدينون ومخصص ديون مشكوك فيها. وطبعا من ضمن المقرر عليك هي فكرة الخلط بين المصروف الإيرادي والرأسمالي في الأصول الثابتة. شكرا، بشكر حضراتكم على حسن الاستماع. أتمنى إن أنا أكون سهلت عليك الدنيا وفدتك. أتمنى لحضرتك طبعا يعني وافر الصحة والسعادة، وإن شاء الله تكونوا موفقين في الامتحان. يا ريت تلتزم بالإجراءات الاحترازية، يا ريت تخلي بالك من صحة حضرتك أهم حاجة، وصحة أسرة حضرتك، وإن شاء الله الامتحان يجي في مستوى مقبول، تكون ذاكرت كويس وتحل كويس. شكرا جزيلا، مع السلامة، وإن شاء الله في لقاء آخر.